بأداء عالمي ورجولة الأهلي في نهائي البطولة. فرقة الأهلي تحت قيادة الموسيقار موسيماني تسحق الوداد بثلاثية وتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي أبدع وأمتع وحقق فوزا تاريخيا على وداد الأمة بثلاثية في مباراة العودة، بعد أن حقق الأسبوع الماضي فوزا تاريخيا أيضا في الدار البيضاء بهدفين نظيفين. الأهلي قدم أداء ولا أروع وأمتع كل المتابعين، وظهرت شخصية النادي الأهلي الحقيقية في استاد القاهرة اليوم مع موسيماني الذي احترم المنافس فحقق ما أراد. الأهلي تفوق ذهابا وإيابا وحقق أرقاما قياسية في البطولة الأفريقية، حيث سجل الأهلي 34 هدفا، أكثر فريق يسجل في نسخة واحدة. للمرة 13 الأهلي في نهائي أفريقيا، منتظرا الفائز من الزمالك والرجاء المغربي يوم 6 نوفمبر القادم. ألف مبروك لاعبي الأهلي والجهاز الفني والجماهير ومجلس الإدارة، ويا رب كتر من أفراحنا، ودايما الأهلي تاجر السعادة ومصدر الفرح للجميع. كابتن علاء ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن، مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته وأكيد الجهاز الفني واللعيبة، وفوز مستحق وتأهل مستحق، وإن شاء الله نبارك بقى في النهائي إن شاء الله رب العالمين، لأن الفريق ده يستحق يفوز بالبطولة السنة دي. التأهل كان يعني شبه مضمون بغض النظر عن بعض اراء الناس الثانيه على اساس يعني كره القدم، لكن 2-0 كانت في المغرب كانت نتيجه صعبه جدا مع منافس انت اقوى منه في كل الخطوط وفي كل الحالات انت احسن منه بكتير، لكن قاعد في بعض الناس كده برضو بايه قلقانين، يعني اللي هو مش عايز يفرح برضو، مدي سنه قلق يعني، بس ده حاجه على فكره قلق ايجابي، مش قلق وحش. النادي الاهلي النهارده دخل المباراه باريحيه 2-0 وتسيد المباراه زي ما بقول لك ايمن من البدايه لحد النهايه. صحيح. يمكن الشوط الثاني مش في حلاوته الاول، وده طبيعي على فكره، ما فيهوش اي مشكله خالص. مزبوط. ممكن هبوط في الاداء شويه نتيجه 2-0، الامور بقت اهدى بكتير اول للنادي الاهلي مع طبعا مقاومه ضعيفه جدا لفريق الوداد، لكن في كل الاحوال فريق الوداد كان قوي او مش قوي، انت بتتكلم على الفريق الاقوى، فريق متحكم في ريتم المباراه، فريق المنتش كويس قوي دفاعيا هجوميا، شكل النادي الاهلي غير خالص الفتره اللي فاتت. فوز مستحق وتقار مستحق، وزي ما بقول لك ايمن ما كانش عندي شك ان كان ممكن تحصل مفاجات كره القدم، لان في معطيات مش موجوده اساسا. صحيح. يعني لكن صحيح. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، وان شاء الله يا رب كده نبارك في النهائي يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي، اداء ولا اروع. الحمد لله، فوز سهل ومستحق. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، وطبعا اولا وقبل كل شيء للجماهير اللي هي اساس كره القدم واللي الناس بتلعب لها يعني. مبروك ليهم، وان شاء الله على موعد بقى يوم 6 ان شاء الله في النهائي ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله. النادي الاهلي يعني كمل المباراه اللي فاتت في 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 الرباط في المغرب، كسب هناك 2-0 بجداره واستحقاق وبسهوله، وايضا اضاف النهارده 3 اهداف بكل سهوله واريحيه، وكانت النتيجه كمان ممكن تتضاعف ويبقى فوز. وطبعا بدايه الفوز وصلنا للنهائي وده المهم، لكن كمان كان ممكن نحقق رقم قياسي في عدد الاهداف. اداء رائع ومميز، ويمكن بالذات في فترات الشوط في معظم فترات الشوط الاولاني، الشوط الثاني شويه اهدى، حصلت تغييرات كثيره لما نيجي نتكلم عليها، لكن النادي الاهلي كان ممكن يضيف اهداف ثاني، ولكن في النهايه زي ما بقول انه اهم حاجه ان احنا وصلنا النهائي، وان شاء الله اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه وتحقق حلم الجماهير اللي هو منتظراه من 2013 يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك للنادي الاهلي وعقبال الكاس البطوله ان شاء الله. الف مبروك طبعا، يعني اداء يعني يدعو للفخر، وفخر لكل واحد بينتمي للمكان. والنهارده عندنا يعني حاجات كتير، وجبات دسمه في الكوره وحاجات كتير جدا في الكوره، ولكن انا عايز اروح لحته بره الكوره شويه. عايز اقول ان في ناس كتير قوي بتدفع فلوس عشان تنتمي للمكان، وناس كتير، انا ما بحبش اتكلم في النقطه دي، بس ناس كتير جريت ورا الفلوس عشان تسيب المكان.
اللحظات دي هي اللحظات اللي كل واحد بيتمنى ان يبقى جزء من المكان، يبقى جزء من الكيان. لحظات المكسب ولحظات الفخر دي، حتى لو انت مش بتلعب، حتى لو انت مش بتأدي، بتتمنى ان انت تبقى منتمي للكيان ده. صحيح. اداء يدعو للفخر بصراحه، فخر. انا يعني واحد من الناس فخور ان انا بنتمي النهارده. يعني كل طول عمرنا بنفتخر، ولكن النهارده اداء جميل يخلي الناس كلها تقول دي فرقتي. صحيح. انا اقول انا جزء من المنظومه دي، شغال في قناه الاهلي، بشجع جمهور من جمهور الاهلي. فدي حاجه من الحاجات برضو الجميله اللي تخليك النهارده وانت بتتفرج تبقى مبسوط ومستمتع. الناس كلها بتأدي بشكل كويس. الحاجه الغريبه الصغيره بتبان، الحاجه اللي بره المنظومه او الحاجه اللي مش ماشيه مع المنظومه بتبان شكلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لكل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي. واتمنى ان احنا نكمل ده في الفاينل، ان احنا بالاداء ده نستحق. يعني انا من الناس اللي قبل المباراتين ما كنتش، مش هقول متفائل، ولكن كنت متخوف جدا من ادائنا ما قبل من بعد عودتنا من الكورونا. ولكن بعد مباراه المقاولين وامبي وبيراميدز وماتشين النهارده، لا، حاجه تدعو للفخر. الخمس مباريات اداء مميز، ويوم بعد يوم الاداء بيزيد، المستوى بيرتفع بالزبط. يوم بعد يوم الاداء بيزيد بصراحه، وفنيا بتلاقي حاجات كتير تتكلم فيها. لما صحيح. نيجي نتكلم فيها فنيا هنتكلم فيها. صحيح. ان شاء الله. بس مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لكل الناس، مجلس الاداره والجمهور والعاملين في القناه كلهم، وكل الناس، اي حد بينتمي للنادي الاهلي، يعني الف مبروك النهارده. صحيح. كابتن هاني، الف مبروك للنادي الاهلي، وزي ما قلنا عقبال نهائي البطوله ان شاء الله. طبعا مبروك يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي وصوله لنهائي افريقيا بعد موسم شاق، يعني موسم طويل جدا، وموسم مليان مشاكل، وموسم مليان اصابات، وناس مشيت وناس تيجي. ويعني النادي الاهلي السنه دي انا شايف ان البطوله دي لها طعم خاص. يعني النادي الاهلي ان شاء الله يحقق البطوله دي، يبقى ليها شكل خاص وطعم خاص، لان اللعيبه فعلا تعبت جامد. يعني حتى احنا لما النادي الاهلي خد بطوله الدوري برده اتكلمت وقلت نفس الكلام ده. اي بطوله اللعيبه دي هتاخدها السنه دي هيبقى ليها طعم مختلف غير اي بطوله. اللعيبه احنا زي ما احنا شايفين اللعيبه، يعني النهارده عوده الروح بالنسبه للنادي الاهلي حقيقه، لان احنا الروح دي كنا مفتقدينها بدايه من بعد كورونا. يعني مع مستر فيرا كان موجود، كان الاداء الاداء كل حاجه كويس وكل حاجه، لكن الروح ما كانتش موجوده. الراجل موسيماني من ساعه ما جه، وده اللي انا اتكلمت فيه، حته التعامل النفسي مع اللعيبه، وازاي ان انت ترجع شخصيه البطل للعيبه دي وللنادي الاهلي. فدي بانت النهارده في المباراه، الماتش اللي فات والمباراه دي، هي دي شخصيه البطل. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي بيلعب على بطولات، هو ده النادي الاهلي اللي المفروض ان هو اي بطوله بيدخلها بينافس عليها، و 99% المفروض لازم ان هو يحققها. النهارده اللعيبه اللي شفناهم في الملعب النهارده دول هي دي ولاد النادي الاهلي. مع ان يعني انت لو جيت تحسب يا كابتن ايمن، تشوف كم واحد في اللعيبه اللي موجوده خد بطوله افريقيا، تقريبا مفيش غير احمد فتحي ووليد سليمان واحمد فتحي تقريبا. في لعيب كمان بس مش متذكره، لكن عايز اقول ان اللعيبه دي عندها فرصة كبيرة جدا 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 ان انت تاخد بطولة هتبقى غالية جدا على جماهير النادي الاهلي. بعد من 2013 لحد دلوقتي تتكلم في 6 أو 7 سنين البطولة غايبة بقالها فترة كبيرة. وموسيماني نفس الكلام، المدير الفني النادي الاهلي، البطولة دي لو خدها مع النادي الاهلي هتفرق معاه كليا، لان دي بطولة مهمة للنادي الاهلي ومهمة ليه برضه. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان قدامهم فرصة ذهبية ان هم يحرزوا البطولة دي. وان شاء الله انا متاكد ان شاء الله بالاداء ده وبالمستوى ده النادي الاهلي هيبقى جدير ان شاء الله، وهيبقى عندهم المسؤوليه وعندهم حته انت خلاص انت بتتكلم في ماتش واحد يا كابتن ايمن. بالظبط، ماتش واحد هيغطي على المشاكل كلها اللي حصلت السنين اللي فاتت. صحيح. طول السنه قصدي. فانا شايف ان هي فرصه ذهبيه للعيبه ولازم يمسكوا فيها. وان شاء الله انا متاكد لو بالمستوى ده، مع ان برضو يعني بغض النظر عن مستوى الوداد، لان الوداد برضو ده يعني الاداء ده اداء خادع،
يعني نادي الوداد مع احترامي ليه برضو انت لو بتلاعب فرقه زي محترمه زي نادي الرجاء او نادي الزمالك هتلاقي الوضع مختلف كليا. لا هم اكيد فريق محترم بس بيمر بظروف طبعًا صعبه جدا. بالظبط انا قصدي على الظروف اللي بيمروا بيها لكن النهارده برضو انت لو بتلعب الزمالك او الرجاء في النهائي فالوضع هيبقى مختلف. صحيح. فاحنا طبعا من حقنا ان احنا نفرح، مفروض جماهير النادي الاهلي تفرح لان بقالنا فتره ما فرحناش طبعا من ساعه الدوري، فدي شايف ان هي مسافه كبيره جدا. النادي الاهلي متعود ان هو يعني على طول بطولات، فان شاء الله باذن الله اتوقع ان شاء الله النهائي باذن الله يبقى النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. خلي بالك احنا انت بتقول من سنين، احنا من سنين من 2013 ما فرحناش بطوله افريقيا. بطوله افريقيا ما ده اللي انا بتكلم فيه، ان المجموعه دي يا كابتن ايمن عندهم فرصه ذهبيه وفرصه يعني هتبقى اغلى بطوله بالنسبه لهم ان هم ياخدوها، وانا شايف ان هي دي انسب وقت ان اللعيبه دي تحقق البطوله ان شاء الله السنه دي. يا رب ان شاء الله وحاجه كده تنسينا الكورونا اللي احنا فيها دي، زمن الكورونا اللي احنا فيها. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء نتكلم بقى في فنيات. اتفضل. الاهلي للمره الثانيه في اقل من اسبوع مستر موسيماني واصل تفوقه على المدير الفني للوداد. لعبا ونتيجه. هي كان واضح المباراه الاولى ان انت متفوق في كل حاجه. من اول يتين في المباراه الاولى ان انت واضح ان انت لا انت الاحسن، انت تتفوق، انت بتخوف في كل حاجه. في حتى سبحان الله ايما توقيتات الاهداف اللي انت بتجيبها يعني حاجه بجد. لو انت عامل السيناريو ده لو انت لازم بايدك مش هبقى كده. لكن صحيح. هو دايما يعني هو ما فيهاش تاني حظ، بس الحظ بيروح للي يستحقه. دايما انا بقول الكلمه دي. صحيح. لكن هو مستر موسيماني دارس الوداد كويس قوي مع الظروف اللي هو فيها دي كلها. وزي ما بقول لك انا هو من اول مباراه الثانيه كان خلاص هو المسؤول عن فريق النادي الاهلي. صحيح. لكن واضح ان الراجل زي ما بقول لك من اول ما بدا يتكلموا معاه هو حافظ فريق النادي الاهلي، وحافظ هو في ميزه كمان حلوه قوي كمان ايمن، هو حافظ الدماغ المصريه، هو بيعرف يتعامل كويس قوي مع اللعيبه المصريين، عارف الطباعه المصريه، بيعرف ازاي يتعامل مع المصريين. واضح ان جمهور النادي الاهلي كله في وقت قليل جدا بقى بيحب الراجل ده جدا، وهو واضح ان هو بيحب جمهور النادي الاهلي، وهو عارف هو فين. زي ما بقول لك هو في حته لو حاول يتخيلها ما كانش هيتخيل هو يبقى في النادي الاهلي. صح. فخلي دي على جنب ونتكلم على الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه انت من المباراه اللي كانت في المغرب وانت احسن نهاية المباراه، انت بس كنت بتكمل النهارده بنفس التشكيل مع وعدم وجود معلول، لكن نفس الاداء، نفس التركيز، نفس الهدف. الهدف ان انا عايز اكسب المباراه بشكل واداء مقنع، اللي هو المباراه اللي كانت في المغرب مش مباراه جت بالصدفه وان ده كان يومي وما كانش يوم المغرب. لا 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 خالص، ده كان يومي عشان انا كنت الاحسن في كل حاجه. حصل نفس الكلام النهارده، انت الاحسن في كل الخطوط، انت الاحسن في كل اوقات المباراه. زي ما بقول لك في بعض الاوقات كنت الاداء نزل، بس ده في كره القدم طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله. النتيجه مرضيه جدا 3-1، وكانت ممكن تزيد. كنت متفق مع اسامه ان لو كان في شويه طمع النهارده كنت ممكن تعمل ريكورد النهارده وتعمل نتيجه ما حصلتش قبل كده. لكن ضغط المباريات والاوقات اللي الموجود فيها المباريات اعتقد يعني طبعا حاجه ممتازه تكسب النهارده 3-1 واداء حلو قوي ومشرف قوي وفي متعه وفي كل حاجه حلوه النهارده. مستر موسيماني كمان بدا يدي لبعض اللعيبه ان هو يطمن على المباراه. عجبني تغيير قوي الشناوي ان هو ما بيحبش مش عايز يجازف. الشناوي كانت عنده اصابه في العضله الضامه وممكن في اي وقت ممكن يحصل اي اجهاد ولا حاجه. صح. عجبني جدا التغييره دي. خلاص هو خلاص اطمن على المباراه، ادى لعلي لطفي يكسب حارس مرمى تاني، ما يسالش على الهدف على فكره على لطفي عشان لو حد اتكلم على الهدف. لكن الاداء مطمئن الحمد لله. عندك فتره كويسه لحد النهائي، يكون لعيبتك كلها اللي تعبان واللي عايز تشفى واللي عايز ترجعه تاني عندك وقت كويس. النهارده في واحد بس عايز اشيد بيه، يعني اللعيبه كلها ادت كل اللي عليها بامتياز، لكن في النهارده عنصر كان موجود في الملعب عمل كل حاجه في الكوره وكان مديك الامان وحاجه ممتعه. ديانج. صح. ديانج النهارده اللي يتفرج على المباراه تحس مدى اهميه ديانج في المباراه نفسها. هايل النهارده في كل حاجه، في قطع الكور، في وجوده في كل المناطق، في وجوده ورا الكوره، بيتحرك في كل الملعب. في كوره في الاخر هو المكمل بس هي بس طولت شويه منه. بدنيا ما شاء الله هايل. لا ديانج النهارده عامل مباراه ممتازه مع انه ما احرزش اهداف، لكن هو عامل هدف حلو قوي حسين. لا يعني انت بص القطعه مع الجري وسابق الراجل وهو بيسبق الراجل لايمن، اللمسه الثانيه كان رافع عينه وعاملها لحسين. الكلام ده كله ما بيجيش من لاعب عادي. صح. لان هو لو اتاخر يعني بص هو يعني ايه، لا هو قاطع وجاري وعينه على حسين، ان هو لو اتاخر جزء من الثانيه كان حسين بقى اوفسايد. مظبوط. لكن هو لاعب الكره في توقيت ممتاز، حسين طبعا اتصرف فيها تصرف
يحصد عليه بمنتهى الهدوء وما عندوش مشكله خالص، وهدف الاهداف الحلوه اللي احرزها حسين يمكن في مشواره كله. صحيح. وده كان الهدف الثاني، اعتقد الهدف الثاني خلاص المباراه بالنسبه للنادي الاهلي كانت مساله وقت، خلصت. لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني انه ما كانش في تحس في استرخاء في المباراه، الناس مركزه، الناس بتلعب، بتحاول تبقى خلي الكره في رجلها، بتحاول تخلي الشكل كويس قوي، حتى الكاميرا جت على مستر موسيماني كتير قوي ان هو بيعمل باص كتير في الملعب. صح. كانت الشكل حلو قوي. صح. حاولوا ينهوا المباراه بشكل كويس، اعتقد فوز مستحق وتاهل مستحق، وان شاء الله يبقى نبارك على نهائي فعلا الجيل ده يستحق يفوز بالبطوله دي مع الجهاز الفني الموجود ده. يا رب ان شاء الله. قبل ما نروح لكابتن اسامه عرابي ونشوف رايه عن احداث المباراه فنيا، هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. مبروك وفوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي وهي دي الشخصيه وهي دي روح الفانيله الحمراء اللي كنا بنتكلم عليها من مباراه الذهاب. كمان اداء اكتر من رائع ونتيجه مميزه جدا للعيبه النادي الاهلي بالكامل. انا اكيد بقى معايا كابتن سامي قمصان اللي مبارك له، نقول له مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم وفوز رائع واشتغلته بشكل كبير جدا على اللعيبه، هي دي الشخصيه وهي دي الروح، اداء مميز جدا، بنحرز هدف واثنين وثلاثه، شغل فني اكتر من رائع يا كابتن سامي، بحييك وبحيي بيتسو موسيماني وبحيي كل الجهاز الفني. الحمد لله. طبعا تحياتي كابتن ايمن، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره اللعيبه والجهاز الفني، لكن لسه خطوه الاهم. انت عارف النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على البطوله، لكن المباراه الحمد لله مهمه جدا، ادينا الحمد لله مباراه كويسه، استعدينا كويس جدا، فصلنا جدا المباراه الاوليه ونتائجها، كان عندنا تصور الحمد لله قدرنا ننفذه ان احنا نسجل هدف بدري هيفرق معانا وهيقلل من معنويات فرقه الوداد، لكن الحمد لله كان عندنا فرصه اكبر وجبنا جون والتاني الحمد لله، والشوط برضه التاني نفس القصه، يعني ما كناش مبسوطين جدا قوي ان احنا يجي فينا جون يعني، لكن الحمد لله ده عند كوره وانت بتلعب خصم كبير في وداد بتاريخ كبير ومباراه فرقه من فرق كبيره في افريقيا، يعني اعتقد ان هو حتى لو في الماتشين سجل هدف اعتقد برضه حاجه مش سلبيه يعني، لكن الحمد لله نفصل وعندنا الاهم ان شاء الله، ان شاء الله البطوله ان شاء الله. انا اعتقد يا كابتن سامي الشغل كان بعد المباراه الاولى، بعد المباراه الاولى شفنا محمد هاني بيتفرج على الفيديوهات في الطياره، اللعيبه بتتفرج، اللعيبه تحضر بشكل كبير جدا للمباراه، سر من اسرار النجاح النهارده هو التحضير لمباراه العوده، لمباراه العوده اهم واصعب من مباراه الذهاب يا كابتن. دي من الحاجات برضو الايجابيه اللي الراجل بدا يعملها، لكل لعيبه تتفرج على الماتشات، كل لعيبه تشوف الاخطاء والحاجات الايجابيه اللي عملها، بنيجي محاضرات كتيره، اعداد نفسي مهم جدا للمباراه، اعتقد طبعا زي ما انت قلت الاعداد كان من بعد المباراه وده كان مهم جدا، حتى كلام كابتن معانا بعد المباراه اللي احنا نفصل اللي احنا لسه ما تاهلناش كان برضو عامل ايجابي بالنسبه لنا، فاعتقد الحمد لله اللي احنا عملنا مباراه كبيره وادينا يعني على اكمل وجه المباراتين يعني، لكن زي ما قلت لك الاهم اللي دايما النادي الاهلي بيلعب ليه هو المباراه النهائيه ان شاء الله. نقطتين مهمين جدا وهي الاولى، يمكن ربنا كافئ بعض اللعيبه على راسهم النهارده، حسين الشحات يعني هدف رائع وبين اخلاص وبين اداء بشكل كبير جدا، وكمان النهارده القراءه الفنيه للشناوي، يعني الناس اتكلمت ان الشناوي طالع مصاب، لا على ما اعتقد دي تغييره فنيه بحته لان عايز اطمن عليه لطفي وفي نفس الوقت اريح الشناوي. زي ما انت قلت يا حسين من الناس اللي بتقدم اداء كويس جدا، كان جاي من فتره كبيره من الاصابه، كان عامل عمليه، لكن الحمد لله ماتشات الدوري ساعدتنا برضو اللي احنا نجهزه، النهارده الحمد لله بيأدي اداء كويس وبيسجل هدف ممتاز واداء دفاعي وهجومي على اعلى مستوى يعني. بالنسبه للشناوي زي ما انت قلت كان يعني هو الراجل فضل اللي هو يريح الشناوي، خصوصا النتيجه الحمد لله كنا اطمننا عليها، وعلي برضو كان بيشارك الماتشات اللي قبل كده، مهم جدا ان انت تدي منافسه للعيبه تدي كل واحد امل اللي هو يلعب، برضو نفس القصه تغيير وليد من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للراجل، لعيب مؤثر جدا وانت عارف وليد بيفرق جدا في النهائيات، حمدي طبعا من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده نفس القصه، الشحات نفس القصه لما نزل برضو، يعني انت بتدي حلول عشان ان شاء الله برضو الماتشات الجايه يبقى في منافسه اقوى وتقدر ان شاء الله تقدر تستعد كويس للمباراه اللي جايه الحمد لله. المباراه اللي جايه بقى خلاص يمكن النادي الاهلي وضع قدم في مباراه النهائي، جمهور النادي الاهلي كان بيحفز وبيدعم وبيساعد الفتره اللي فاتت، لو في رساله من الكابتن سامي قمصان لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر ان شاء الله المباراه النهائيه وباذن الله النادي الاهلي يتوج بالبطوله التاسعه باذن الله. ولسه الدعم منتظرين دعم من جمهور النادي الاهلي اللي هو ده الاساس اللي النادي معمول عشانه عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي، كل المنظومه بتعمل عشان كده، محتاجينكم تبقوا واقفين في ظهرنا وفي ظهر اللعيبه وظهر الجهاز وظهر مجلس اداره، ما تسمعوش لكلام اي حد بره، ان شاء الله احنا بنقاتل لاخر نفس عشان البطوله، عارفين قد ايه البطوله دي مهمه ليكم ومهمه لينا، ان شاء الله نقاتل واحنا اعتقد ان شاء الله يبقى عندنا فرصه اكبر ان شاء الله. شكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا لكابتننا الكبير الكابتن سامي قمصان، وببارك لك كابتن ايمن، وببارك لكل جمهور النادي الاهلي ونجوم الاستوديو التحليلي. هي دي اللعيبه الرجاله اللي قلنا 90 دقيقه من نار افريقيا ابطال، ده كان شعار كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله الخطوه اللي جايه خلاص النادي الاهلي حجز بطاقه في مباراه النهائي، ننتظر بقى مباراه الزمالك والرجاء ايا كان اللي هيقابل النادي الاهلي بالروح الكبيره دي يا كابتن ايمن. ان شاء الله بطوله الدوري بطوله افريقيا التاسعه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي وفي دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وهنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس للحديث عن طاقم التحكيم والحالات التحكيميه، ومن بعده هنرجع نكمل كلامنا وحديثنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين والنجوم الكبار كابتن اسامه عرابي برحب بيه، وكابتن علاء ميهوب، والكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجاز. في البدايه طبعا بنقول مبروك، الف مبروك للجماهير المصريه، والف مبروك لمصر، والف مبروك لكل اللاعبين والاجهزه الفنيه ومجلس الاداره على هذا الاداء المتميز اللي النادي الاهلي بيكمل كمان في المباراه اللي فاتت، بيكمل النهارده اداء، نتيجه، تفوق، روح، كل الكلام الجميل النهارده اللي الاهلي عمله. احنا طبعا بنحيي اللاعبين، حي الجهاز الفني والاداري. اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكلل جهوده بالفوز. كابتن ايمن، كنا امبارح او امس بنتكلم على فيكتور جوميز، وحضرتك كنت موجود، وبنتكلم على صفات الحكم، وهل هي النهارده الكلام اللي احنا قلناه النهارده تحقق في المباراه ولا لا. اعتقد ان امبارح كان كلامنا كله عن فيكتور جوميز، خاصه في الهدوء الحكم، في التمركز الصحيح وقراءه اللعب، عنده قراءه مستقبليه للعبه كابتن ايمن فوق الوصف. اللي احنا قلنا اكتر من مره هو بيدرس طرق لعب الفريقين، وبيشوف النادي الاهلي ازاي بيتحرك، بيشوف النادي الاهلي بيعمل الكونتر اتاك ازاي، بيشوف النادي الوداد وكذلك. هو بص تلاقيه في الصندوق خاصه في الدقيقه 15، يعني اتكلم في الحاجات التحكيميه، ولكن انا بتكلم مقبل الحكم. اعتقد النهارده فيكتور جوميز، ذكاء فيكتور جوميز انقذ الحكم المساعد يا كابتن ايمن صحيح. من خطا كارثي، خطا فادح مظبوط، بالاشاره على التسلل في الدقيقه 4 صح. تاني، ولولا ذكاء جوميز في هذه الحاله ومفهومه الصحيح لبروتوكول الفار، كان ممكن سهل قوي كان الهدف كان ممكن يتلغي. فبنتكلم على جوميز، حكم كبير ليه خبرات، كان النهارده هادئ جدا جدا. بنقول النهارده انذارين في المباراه، انذار للاعب الوداد مع الي ديانج، والانذار الثاني كان لولي سليمان، والانذارين كانوا مستحقين. بنتكلم في معايير العقوبات الانضباطيه كانت واحده يا كابتن، وده اللي كان الكلام ده قلناه امبارح، قلنا ما عندوش حسابات مع حد، اللي بيشوفه بيحسبه. ده بالنسبه للمجمل. هنروح للدقيقه 4، الناس كتير بتسال هل هدف اللي جه صحيح؟ طب هل الحكم صفر مع المساعد؟ طب المساعد صح ولا الحكم صح ولا الفار صح؟ تساؤلات كتيره يا كابتن ايمن بخصوص هذا الهدف، لان احنا بنتكلم النهارده في تطبيق بروتوكول التقنيه، ولابد ان الكل يفهم ويبقى عنده ثقافه ايه اللي حصل النهارده في الدي 4. كويس. اولا قبل ما اتكلم في التفصيل بقول ان الهدف مروان محسن هدف صحيح 100%، دي بس بدايه، وهنشرح ليه هدف صحيح، ولو في اي سؤالات عند حضراتكم انا طبعا هجاوب عليها، لان احنا هناخد وندي في اللعبه دي، اللعبه دي خدت جدل كبير جدا جدا كابتن ايمن. بنيجي نتكلم في البروتوكول التقنيه، بنقول ان البروتوكول دايما بيقول للحكم المساعد والحكم من فضلك لما بيكون في هجمه ومن ممكن يجي منها هدف اعمل ديلي للقرار صح، خاصه الحكم المساعد. لما نيجي للعبه مروان محسن، لما نيجي نشوف ان الحاله لا يوجد بها تسلل اطلاقا، وكان في القدم لاعب الوداد كانت مغطيه التسلل، هنا بنقول الحكم مساعد ايه؟ سيب اللعب يتواصل، ولو انت عندك القرار احتفظ بيه لحين انتهاء الايه؟ الهجمه. مظبوط. هو اللي حصل كالاتي، ايه؟ هو استعجل في الاشاره ورفع على طول. ذكاء جوميز عمل ايه؟ كان ممكن ذكاء جوميز كان ممكن يصفر صح، وبالتالي لو كان جوميز صفر خلص كانت اللعبه انتهت مزبوط. وبالتالي لا يتدخل الفار، وبالتالي كان من الممكن الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي في الدقيقه 4 صح. طب اللي حصل كالاتي، المساعد رفع، جوميز عنده ذكاء فوق الوصف، هو لمح يا كابتن،
هو شاف الرايه، شاف شاف الرايه. عايز اقول لك تلقائيا ان كابتن ايمن انت حكم وانا حكم مساعد، عندما تشاهد الرايه وانا برفع هتصفر، هتصفر صفر على طول. هو عشان حكم تقيل، حكم عنده خبره، حكم واثق في نفسه، حكم محضر حاله ومحضر حاله للعبه. يعني ايه كابتن؟ القرار ما بيجيش فجاه، يعني الهدف اللاعب ما بيجيب هدف، ما بيجيبش هدف كده فجاه، اكيد بيبقى عنده تركيز تحضير للعب. وبالتالي نفس الشيء للحكم، حكم قاري لعبه كويس قوي قوي، عنده تركيز فوق الوصف، شاف الحكم مساعد اشار على التسلل، سهل قوي كان يرفع ويصفر ويقول لك خلاص الحكم مساعد رفع. مزبوط. ولكن كان هيتحاسب مع الحكم مساعد كابتن ايمن، الاثنين كانوا هيتحاسبوا. خلي بالك في حاله ان هو لو جوميز صفر مع الحكم المساعد على التسلل، كان الحكم والمساعد كان الاثنين هيتعاقبوا او يتحاسبوا، لان الغاء هدف صحيح طبقا للبروتوكول كان هيبقى فيه محاسبه للاثنين. ولكن بنقول تاني، بنقول ان الهدف صحيح 100%، وده يرجع لذكاء الحكم. وبنقول دايما ده درس تعليمي للكل، يعني مش بس للحكام عندنا، درس تحكيمي كمان تعليمي للحكام في افريقيا. لما يكون في لعبه زي دي كابتن علاء لابد انك انت تهدى. حتى كمان بنقول الحكم مساعد هو، وده البروتوكول بيقول ايه؟ بيقول موجه رسالته للحكم المساعد والحكم، لو في هجوم وممكن الهجوم ده يسفر عن هدف، من فضلك اخر القرار بتاعك لحين انتهاء الهجمه. ودي كانت مشكله الشوط الثاني اللي هو سابها فضلت ماشيه وبعد كده رجع حسابها اوف سايد تاني. بالظبط بالظبط. طب هو سؤال بس يا كابتن ناصر، اتفضل. لما افرض الحكم صفر والايمان رفع والحكم صفر، تمام، وبعد ما اللعبه وقفت راح لفار قال له تعالى، تمام. شوف يا كابتن، انت برضك قلت حاجه جميله عشان برضك نوضح للساده المشاهدين. هو الناس بتقول ايه؟ بتقول لو الحكم صفر ايه اللي كان يحصل؟ طب هل الفار يتدخل ولا ما تدخلش؟ لو الحكم صفر يا كابتن علاء في نفس اللحظه اللي الحكم المساعد اشار، مفيش تدخل، الفار لا يتدخل خلاص، لان حضرتك انت قتلت اللعبه او وقفت اللعب. يعني الصفاره بتطلع بتوقف اللعبه خلاص. هو اللي حصل مروان حسن كمان، يعني مروان حسن الصفاره ما طلعتش، مروان كمل، انا مروان هو كمل، هو كمل ليه؟ ما هو كمل ليه؟ الناس فاكره ان الحكم صفر، هو مفيش صفاره اصلا طلعت يا كابتن ايمن، الصفاره ما طلعتش، وبالتالي كان مروان كمل وركز وراح وسجل. مظبوط. يعني حتى الفار ما يتدخلش والكوره داخل الجول؟ ما هو الفار بيتدخل امتى يا كابتن؟ لا ثانيه واحده، اتفضل. يعني الايمن رفع والحكم صفر، اه، والكوره ما فيهاش اوف سايد، صفرت الحكم تلغي كل حاجه، يعني الحكم تلغي اللعبه خلاص. ما انا بقول لك، ما انا بقول ليه ذكاء جوميز؟ ليه؟ لان جوميز لو كان صفر مع الحكم مساعد الفار لا يتدخل. صح، الفار لا يتدخل، لان انت حضرتك يا كابتن علاء انت وقفت اللعب، يعني انت صفرتك وقفت اللعب خالص، لان ساعتها اللعبه وقفت، مش هيبقى ذنب لعيبه الوداد ان هي وقفت على الصفاره. بالظبط كده، لان احنا قلنا دايما اللاعب ايه؟ اللاعب خطا الحكم. تمام كابتن اسامه، اللاعب بيقف على صفات الحكم، صح، وبالتالي الحكم ما صفرش. انا بقول لحضرتك ذكاء الحكم ان هو ما صفرش مع الحكم المساعد كابتن ايمن. مزبوط. وهنا بنتكلم ده درس تعليمي للكل. هرجع تاني لحاجه مهمه جدا جدا، وهي زخيلي سويله الحكم اللي هو المساعد، على فكره هو من جنوب افريقيا، وده من ضمن طاقم تحكيم الحكم الجنوب افريقي، بيلعب على طول. يعني زخيلي سويلا ده حكم رقم واحد، بيلعب مع فيكتور في كل الماتشات يا كابتن، ان هم عاملين اطقم تحكيميه، ده المساعد اللي هو بيلعب معاه على طول. طبعا النهارده اخطا خطا فادح، طبعا اكيد طبعا هيتعاقب عليه، ولكن بقول تاني ان ذكاء جوميز انقذ هذا الحكم من الغاء الهدف اللي هو في دي 4، وهدف مروان محسن هدف صحيح 100%. نيجي نروح لحاله من الحالات المهمه، يعني انا رصدت حالتين يا كابتن ايمن، الحاله في دقيقه 15، وهقول لك ازاي التطبيق بتاع البروتوكول بيطبق بشكل صحيح يا كابتن عادل. الدقيقه 15 في دخول من لاعب الوداد، دخل عمل دريبل وقابله مين؟ عمرو سليه. عمرو سليه، تمام كابتن اسامه؟ صح. طيب نشوف جوميز، لو انا عندي الحاله، طبعا ما عندناش الحاله، جوميز دخل فتح لنفسه زاويه رؤيه واضحه جدا، توقع ان هيحصل حاجه، يعني ما بقاش بعيد وقف يتفرج. مزبوط. لا دخل وفتح لنفسه زاويه وقرب عشان ايه؟ يشوف التفاصيل الصغيره بتاعه الحال، وبالتالي دخل شاف لا توجد مخالفه اطلاقا، وبالتالي خلى اللعب يتواصل ويستمر اللعب. كمان هنا مصطفى غربال اللي هو كان على الفار، امتياز النهارده كابتن ايمن، امتياز امتياز، لم يتدخل في حاله من الحالات اللي هي يتركها لحكم المباراه. انا عاوز اقول الكلام دوت لان ممكن هذه الحاله كان الفار يتدخل ويجيب الحكم ويستدعي كابتن علاء ويقول له تعالى شوف. الفار هنا عنده مفهوم جيد للبروتوكول، لا تتدخل الا في الاخطاء الواضحه والظاهره والغائبه. يعني ايه؟ يعني يا كابتن اسامه الخطا الواضح اللي هو لا يختلف عليه اثنين،
يعني لو جبنا اي حد نقول له دي ركله جزاء هيقول ركله جزاء، لكن هذه حاله من الحالات التقديريه اللي حكم المباراه، وبالتالي بحيي مصطفى غربال على ان هو لم يتدخل في هذه الحاله وادى قرار للحكم خطا تقديري وبالتالي خلى اللعبه توصل. دي يعني دي من ضمن الحالات. لو في اي حالات او تساؤلات من حضراتكم خاصه بالهدف او خاصه بالمباراه النهارده انا تحت امركم. ده هم اكتر حالتين اللي انت حضرتك اتكلمت فيهم دول، اللي هي بتاعت عمرو سليمان، احنا نفسنا في اول اللعبه شكينا فيها، بس لما عدوها تاني واضح انه يعني رجله ما عالقلش يعني. تمام. كانت فيها الميزه الثانيه كابتن ايمن النهارده، يعني من ضمن الاشياء اللي هي الايجابيه لحكم المباراه، بنيجي نقول النهارده اتاح الفرصه او اتاح مبدا تطبيق الفرصه، اللي هو ايه؟ عندما يعني يكون اللاعب رايح وترتكب ضده مخالفه، هو بيشوف هل ممكن يخلي اللعبه توصل ويستمر. النهارده عملها تقريبا ثلاث مرات زي ما قلت، اتاح الفرصه ثلاث مرات، ودي نوع من نوع انك انت كحكم بتخلي فيه متعه يا كابتن عادل للمباراه. يعني ما بتقفش المباراه كل شويه، بتوقف بتخلي فيه متعه، وبالتالي النهارده جوميز النهارده شارك في متعه المشاهد مع لعيبه النادي الاهلي اللي هي ادت النهارده اداء ولا اروع، فكان في متعه من لعيبه النادي الاهلي وكان في متعه من حكم المباراه. النهارده سهل المباراه على نفس ما قلت لحضرتك، سهل في قناعات، في قناعات، لان قلنا الحكم لما يكون ليه شخصيه وليه حضور بتبص تلاقي جميع اللاعبين بيحترموا قراراته. حتى يمكن كان في اعتراض في دقيقه 4 وهو راح بكل هدوء ادى بطاقه صفراء للجهاز الاداري، وبالتالي نقول النهارده امتياز لجوميز. بقول تاني النهارده هو انقذ الحكم من خطا فادح في المباراه، وبالتالي النهارده هدف صحيح لمروان محسن وركله جزاء. لا توجد ركله جزاء ضد النادي الاهلي في هذه المباراه، يعني بالتوفيق للنادي الاهلي ومبروك طبعا لمصر ومبروك للاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس ومتالق كالعاده. شكرا كابتن ايمن. هنروح لزميلنا العزيز القاهره ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي، مبروك من جديد لكل جمهور النادي الاهلي، مباراه اكثر من رائعه، اداء ونتيجه مبروكه يا كابتن سيد. زي ما كنت قلت يمكن هي دي شخصيه النادي الاهلي وهي دي الروح الكبيره، مباراه الذهاب مختلفه بشكل كبير جدا عن مباراه العوده، التحضير كان مهم جدا يا كابتن سيد للمباراه دي، شفنا اداء مميز جدا، ببارك لك وبارك للجهاز الفني وكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني مباراه طبعا بالتاكيد مهمه واديناها بشكل لحد كبير جدا كويس يعني، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء يعني. سر النجاح يا كابتن سيد هو التحضير للمباراه، التحضير كمان كان من المغرب، كنت بتكلم مع كابتن سامي بعد المباراه على طول، كابتن بيبو وقف مع اللعيبه، حافز كبير، الدور كبير، كمان موسيماني حضر اللعيبه، كان بيخليهم يتفرجوا على الفيديوهات بشكل كبير، ده سر من اسرار مباراه اليوم النهارده يا كابتن سيد. طبعا كل ما البطوله بتقرب لازم التركيز يبقى اعلى بكتير يعني، كل اللي عايز اقوله بس ان احنا يعني الهدف بتاعنا هو البطوله، كل اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي كلها من اول البطوله ما بدات من يوم يعني بتتكلم من يوم 14/9 يعني داخل على سنه وشهر وشويه، من يوم يعني ومن قبل 14/9 دي كانت كان سبورت، لكن انت بتتكلم من شهر 8 كمان اللي هي مباراه اطلع بره، يعني انت كل اللي انت عملته انت خدت خطوه كبيره جدا في نحو اللقب، لكن لحد دلوقتي اللقب لسه ما اتحققش، ده المفهوم اللي لازم يوصل للناس كلها، لازم يوصل لينا ولازم يوصل للعيبه ولازم يوصل لكل الناس المنوطه والموجوده في المنظومه الاهلاويه. يعني احنا خدنا خطوه كبيره جدا للبطوله، لكن البطوله لسه ما اتحققتش. تجديد الرغبه ده يمكن شيء كبير جدا وشيء ودور كبير كمان من الجهاز الفني وليك انت تحديدا يا كابتن، اتكلمت مع اللعيبه، الامر ده مهم جدا لان انت ما تجدد رغبه مع اللعيبه بشكل مستمر، ده امر صعب جدا يا كابتن في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. لا بالعكس، انت يكفي ان انت تقول بقى ان انت بتلعب على بطوله افريقيا، يعني ده اكبر دافع يعني، واللعيبه كانت عارفه كده كويس، دخلنا معسكر من يومين اتكلمنا كتير، الراجل بيتكلم بشكل كتير، بيحضر بشكل كتير، بيتفرجوا على حاجات كتيره جدا خاصه بالخصم وخاصه بلعبتنا يعني، فالحمد لله رب العالمين على كل شيء، دخلنا المباراه بشكل كويس جدا الحمد لله يعني، لكن في درس الصراحه النهارده في الامور التحكيميه في اللقاء يعني. فيكتور جوميز ادى النهارده درس رائع جدا جدا يعني، رغم ان اللاين رفع يعني، هو ادى درس في القانون وادى درس كمان في الذكاء يعني، هو ممكن يطبق القانون، الراجل رفع له خلاص فممكن يبقى يطبق القانون يعني، وبعدها عمرك ما هترجع للفار يعني، لكن هو كان ذكي جدا جدا جدا، استنى لحد ما صفرش خالص، استنى رغم ان هو شايف الرايه، لكن استنى لحد ما الكره دخلت الجول، وبعد كده عمل السؤال او التساؤل مع الفار يعني، لكن ده درس صراحه جدا يدرس يعني، ان انت ازاي تبقى كمان ذهنك حاضر ومركز بشكل كبير، وان انت ممكن تصلح الاخطاء، كان ممكن يصفر وبعد كده نشوف يعني، طب ما رجعش للفار، طب رجع للفار، لكن الراجل ادى درس كويس جدا جدا في تطبيق القانون وفي الذكاء نفسه يعني.
دور كبير جدا لمجلس الاداره تحديدا الكابتن محمود الخطيب، تواجده وتوفير طائره خاصه وتواجدنا كابتن سيد قبل المباراه باربع خمس ايام ودوره كمان مع لعيبه النادي الاهلي، دور مهم جدا ورساله كبيره ووصلت للعيبه بشكل كبير. كابتن المسانده من اول البطوله يعني مسانده من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب تحديدا ولجنه التخطيط، كل المنظومه اللي موجوده في الاهلي الحقيقه يعني زي ما قلت وده مفهوم برده لازم يوصل للناس كلها، يعني احنا خدنا خطوه كبيره او خدنا خطوه كبيره او وصلنا لمرحله مهمه جدا في البطوله، لكن لحد دلوقتي البطوله نفسها ما اتحققتش. من اول يوم من شهر 8 واحنا بنلعب بمباراه اطلع بره احنا عيننا على البطوله، قربنا منها جدا، فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون تكون لينا باذن الله باذن انا كابتن جمهور النادي الاهلي بقى منتظر خلاص 90 دقيقه القادمه ان شاء الله النادي الاهلي حط رجله في المباراه النهائيه، مطلوب ان الجمهور بيساند وبيدعم، لكن مطلوب ايه الفتره اللي جايه تحديدا يا كابتن؟ احساسهم وصل لنا يعني نظراتهم وكلامهم وصل لنا، سواء هم ما بيحضروش طبعا في الاستاد لكن يعني من خلال مقابلاتنا او من خلال تواجدنا في الشارع او في النادي او في اي حاجه في البلد، يعني احساسك وصل لنا ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين. ممكن تبقى 120 دقيقه الله اعلم، احنا عندنا يعني مباراه مهمه جدا فاينل افريقيا يعني بيتلعب هنا في مصر بالنسبه لنا، يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله ما نفرطش فيه وباذن الله باذن الله يكون البطوله عندنا باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئه للنادي الاهلي، فوز مهم زي ما اكدنا كابتن ايمن، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لكل لعيبه النادي الاهلي، والتحضير باذن الله مع بيتسو موسيماني المدير الفني الرائع والمميز جدا اللي قراءته الفنيه اكثر من رائعه النهارده. تغيير الشناوي ده يا كابتن ايمن انا عارف انتوا اكيد هتتكلموا عليها في الاستوديو، تغيير مهم جدا لان انت عايز تطمن على لطفي وفي نفس الوقت يمكن الناس قالت ان الشناوي مصاب، انا مطمنك الشناوي سليم 100%، تغييره فنيه مهمه جدا لبيتسو موسيماني، يا رب ان شاء الله يا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي باذن الله يحصد البطوله رقم 9 تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد. فرحه جميله وفرحه حلوه والنادي الاهلي وجمهوره يستحق اكتر من كده كمان، ان شاء الله يكلل النجاح دوت بالبطوله باذن الله رب العالمين يوم 6 نوفمبر. كابتن اسامه عايز اتكلم على اداء الاهلي من الناحيه الفنيه على مدار الشوطين. انت كنت عايز تتكلم عن النادي الاهلي المره اللي فاتت وما كانش في عندك فرصه، عايز تتكلم على مدار الشوطين ولا على مدار الماتشين؟ انا رايي ماتشين. لا ما انا الشوطين وهدخل الماتش الاولاني اكيد. خد الماتشين فرصه والله. هو زي المره اللي فاتت ماتش صن داون. لا 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 خليك ماتشين بس، خلينا في الماتش النهارده تاخد البطوله كلها. لا فوز طبعا فوز مستحق طبعا، هي واضحه من المباراه الاولى، يعني واضحه من المباراه الاولى بالاداء بالنتيجه، ويمكن احنا هنا في الاستوديو كلنا كنا مطمنين. انت يمكن في بدايه تقديمك للاستوديو قلت ان في بعض الناس متخوفه وبتقول لي انت يعني عندك الاحساس ان النادي الاهلي ان شاء الله وصل للنهائي تقريبا، كلنا كنا متفقين معاك. بس خلي بالك الناس اللي كانت بتتكلم كده يا كابتن يا اما ما قريتش الفرقه كويس يا اما ما شافتش الماتش الاولاني كويس، عشان كده كنت اقول لك ان انت يعني بتتكلم في حاجه كان النادي الاهلي، انت بتتكلم على اساس ان النادي الاهلي فعلا حط رجله في الفاينل بينما في ماتش تاني، بس في معطيات قدامك. مظبوط، احنا بنتكلم من ناحيه الكوره والمعطيات اللي احنا شايفينها ان النادي الاهلي وصل، لكن هم بيتكلموا نظريا على الورق ان ناقص 90 دقيقه. فرحه الجمهور والاعضاء في اهلي الجزيره فرحه طبعا كبيره، حقهم بصراحه حقهم، وان شاء الله تتكرر يعني الفرحه في الفاينل ان شاء الله رب العالمين يوم 6 ان شاء الله يا رب، تبقى البطوله التاسعه يعني يا رب باذن الله. ف شباب وسيدات ورجال جميع يعني كله مستني، لان احنا قبل كده طبعا وصلنا الفاينل وخسرنا يعني في ظروف صعبه واحنا محتاجين نفرح برضه، واحنا محتاجين طبعا المكسب دوت من 2013، فان شاء الله يعني يبقى نهائي كويس. ما شاء الله العدد كان كبير اللي كان بيتابع كمان. ده كابتن في المحافظات كلها مش في النادي الاهلي بس، يعني المحافظات كلها. فيعني ان شاء الله الفرحه تكتمل ان شاء الله يوم 6 يا رب، ونشوف الناس دي واكتر في الاستاد وفي كل ربوع مصر يعني. حلو ربوع مصر. يعني لا مع يا عم مولى حلو يعني. حلو ما شاء الله انت باللغه العربيه ما شاء الله متمكن ما شاء الله متمكن. لا 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 فظيع ما شاء الله وربوع ونجوع مصر برافو يا كابتن اسامه. خش بقى واحده ثالثه. لا لا خش على الاداء الفني. فكان باين من المباراه الاولى احنا قلنا النادي الاهلي يعني قبل اللقاء انت في اربع خمس حاجات بتتكلم فيهم وتقول الفرقه دي احسن من دي نفسيا وذهنيا. النادي الاهلي كان افضل وكان مجهز نفسه للمباراه احسن وتركيزه كان اكبر، وده واضح في المباراه الاولى رغم الوداد كان بيلعب في ملعبه، ولكن ما شعرتش انت بكده في اي وقت من اللقاء الاولاني.
تحس النادي الاهلي بيلعب في مصر مسيطر على اللقاء، جاب جونين حلوين. فنفسيا وذهنيا احنا كمان كان محضرين نفسنا افضل، بدنيا كمان، بدنيا وضحت جدا الفروق الكبيره قوي بين لعيبه النادي الاهلي والوداد في المباراتين. لما تتكلم على السرعه، اي تنافس فيه سرعه بين لعيب من النادي الاهلي ولعيب من الوداد احنا المتفوقين. صح. الالتحامات القوه وكده احنا اكتر، التحمل في التسعين دقيقه في اللي هناك واللي هنا واضح ان النادي الاهلي بيلعب وهو فايق، مفهوش، مش مضغوط. لعيبه الوداد بتحس يعني بيقعدوا بيعانوا وفي بيعلقوا 3 و4 و5 لعيبه قدام والفرقه بقتها ورا، يعني في فراغ كبير في وسط الملعب. ده يعني النواحي البدنيه عندهم واضح ان هي، وشفنا كمان اصابه في الاخر قلب الشيخ كماره كان لسه كمارة راجع بالظبط. فانت نفسيا افضل، بدنيا افضل، تعالى على المستوى الفني والفردي حتى الافراد بتوعنا افضل، في فوارق كبيره واضحه في كل الخطوط طبعا. حتى هم الناس اللي اللعيبه كويسين اللي عندهم مش فايقين، يعني زي اسماعيل حداد، زي وليد الكارتي، زي بديع اوكي، اللي هم كانوا ممكن يعملوا حتى شيء من الخطوره مش باينه، يعني حتى فرديا احنا افضل. صح. جماعيا ودي واضحه على الشاشه اهو. طبعا بص تمركز لعيبه النادي الاهلي، الاربعه المدافعين واقفين مظبوط، الاربعه اللي وراهم في نص الملعب، الاثنين اللي قدام في تقارب، انا بس مش عارف دي حاله يعني ولا بس انا عايزين نشوف بس الكره فين بالظبط. ده الشيب الدفاعي. التنظيم الدفاعي بس طبعا الاثنين الحمر دول المفروض يبقوا لتحت شويه، يا اما الثمانيه اللي هم الاحمر دول يطلعوا لقدام. اوقات كانوا كده يا اسامه. صح. اوقات كنت بتدافع 4 4 2 اللي هو بس لا انا بتكلم على المسافه. يعني 4 4 2 طبعا، لان مجدي قفشه يعني بيطلع يكمل. بس الفرق في الرسمه دي ان مروان كان بيبقى قدام مجدي شويه، وفؤاد بيبقى العكس على فكره. ايوه كان عادي بيتكلم عليها مره، ان مجدي بيبقى محمد مجدي بيبقى سابق مروان نفسه. صح مظبوط، ودي حصلت ماشي الاولاني كمان. الاثنين بيأدوا الوظيفه يعني بيبدلوا الوظيفه مع بعض، اللي فوق في حد تحت، بس هي الاولويه عادل دايما بتبقى لمروان طبعا، ان هو بيوجه الضغط وهو بيعمل كل حاجه. بس اسامه الكوره دي برضو يعني هم موقفين ثلاثه يعني هم الاثنين واقفين في وسط 4 لعيبه، يعني في 8 لعيبه تحت خط الكوره معاهم، بتتكلم في 6 لعيبه بس، ومنهم 2 على الاطراف، يعني بتتكلم 8 لعيبه وسطهم 4 لعيبه بس. بس بص الخطا ده كمان يا اسامه، خطا دفاع بتاع الوداد، 2 لعيبه مين ماسكهم؟ صح انت فاهمني؟ يعني لو الاثنين قدام مين عشان كده كانت دايما مساحات موجوده في كل هجمه انت ممكن تعملها. غالبا دي الكره بتاعت حسين. حسين ممكن دي كرة حسين. ممكن تكون كره حسين. لا 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 كره حسين الجول. لا تقريبا مش دي. لا اتفضل يا اسامه. ممكن تكون كره مش مروان، كره حسين كانت كورنر والشناوي عملها بايده، راحت لديانج عمل السبرنت وعمل دي الوقفه الدفاعيه. لا دي الوقفه الدفاعيه عموما مش شكل. بس طبعا هو الاصح فيها كمان ان اللي هو المفروض ان هم مروان وقفشه يبقوا لتحت شويه، يا اما الثمانيه دول يطلعوا لقدام شويه، يعني المسافه اللي هي بين خط الدفاع وخط الوسط مظبوطه، في مسافه كويس، المسافه دي هي اللي كبيره شويه، المفروض يا اما دول ينزلوا لتحت شويه او الاربعه دول يطلعوا والاربعه اللي هم يطلعوا اكتر. بس انتشار الوداد مش يعني انتشار الوداد مش مساعدك، انت بتلعب 8 ضد 4 يعني. حضرتك بتشوف الزون اللي هي موجود فيها فرقه الاهلي دلوقتي، حتى بص الاثنين بتوع الوداد دول يا كابتن عادل ما بره خالص. بالظبط على فكره. وفي مشكله وفي كابتن اسامه ماشي كده اتفضل كابتن. لا هو في مشكله عند الوداد في تقارب الخطوط، في مشكله كبيره جدا طبعا. لا ده عندهم مساحات رهيبه. دي باينه من الاولاني قبل تحليل الماتش الاولاني باينه. لكن احنا عندنا حاجه كويسه ما كانتش موجوده بصراحه قبل كده. بص الاثنين الوينج بتوع الاجنحه بتوعك موجودين فين؟ صحيح الاثنين الاجنحه ممكن يوصلوا 6. انت كلمتني قبليها الماتش اللي فات ممكن يوصلوا 6 يعني. هم دلوقتي الاقرب يعني، طبيعي ان الاجنحه جزء يعني، في بعض المدربين بيخلي الجناح ده يدخل شويه. صحيح. قدام الباك مش بره. صحيح. لكن الوقفه دي تخليه الاثنين هم الاثنين بره ممكن يلعبوا على الباكات عادي. مزبوط. يعني حتى لو الباك عايز يسرقه مش هيلحق يسرقه، مش هيلحق ياخد من ظهره. ده شغل مدير فني طبعا طبعا. ما كانش موجود قبل كده. لا دي الوقفه الدفاعيه اللي جات لك في بدايه التشكيل
4-4-1-1 مطبقه هنا، كان قاعد بيتكلم مطبقه بالحرف يا في الحاله الدفاعيه زي ما احنا قلنا في الحاله الدفاعيه. اتفضل اسامه. وفي اوقات كابتن اسامه بعد اذنك معلش هنستاذنك سريعا هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن محمد شناوي نجم النادي الاهلي. بجد تحيه لك من جديد يا كابتن ايمن شاور، معايا نجم نجوم النادي الاهلي حارس مرمى منتخب مصر النادي الاهلي شناوي. مبروك يا شناوي كالعاده طبعا الكل على قلب الراجل الواحد، لكن انا احييك على ادائك المميز جدا، تركيزك واصرارك وعزيمتك مش باينه من المباراه دي، لا ده من اول البطوله ومن اول بطوله الدوري العام. ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. الحمد لله طبعا بشكر الناس الكل اللي في الاستوديو وبسلم عليهم وبقول لهم الف مبروك على المكسب النهارده والصعود للنهائي. طبعا لا طبعا ده مجهود اللعيبه كلها مش انا لوحدي، اللعيبه كلها بتبقى مركزه واللعيبه كلها مركزه في الفتره اللي فاتت، والحمد لله احنا لعبنا بشكل كويس الماتشين، الماتش هناك 90 دقيقه والماتش ده برده 90 دقيقه، اللعيبه كانوا رجاله ونفذوا تعليمات الكوتش والحمد لله على المكسب، والحمد لله اللي احنا صعدنا النهائي وربنا يكرمنا. عندنا الماتش الجاي ماتش الجيش نفكر فيه خلاص، احنا النهارده نفرح بكره نفكر في الماتش الجاي ماتش الجيش، وربنا يكرمنا كده في الماتش الجاي برده، ونركز بقى ان شاء الله في النهائي حد يكون موجود في النهائي نركز ونشغل شغلنا تاني ونركز في الماتش. شو الف الف مبروك للجمهور والف مبروك للاداره ومبروك للاعيبه، اللعيبه كانوا رجاله اهم حاجه، وان شاء الله يكرمنا الفتره الجايه. يعني تغييره الشناوي هي تغييره فنيه للاطمئنان على الشناوي اكتر، وفي نفس الوقت تدي فرصه لعلي لطفي. يمكن ناس اتكلمت قالت ان الشناوي ممكن يبقى فيه اصابه او كده، عايزين نطمن الناس على ما اعتقد دي تحسب لبيتسو موسيماني وتحسب ايضا كمان لميشيل، ان الناس عايزه تطمن عليه وفي نفس الوقت تدي فرصه للشناوي ان هو يريح. اكيد طبعا احنا اطمنا من نتيجه 2-0، طبعا نتيجه كويسه جدا على ملعبنا واحنا هناك كسبنا 2-0 يعني بشكل كبير كنا صعدنا خلاص، وراجل هو عامه مش عايز يكون اي حد فيه حاجه باللعبة كلها مش انا لوحدي، الراجل هو ده قراره في الاول وفي الاخر، هو حاسس ان خلاص احنا اطمنا وهو طلعني، هو في الاول وفي الاخر قرار بتاعه، هو حاسس ان انا كان عندي مشكله والحمد لله دلوقتي ما عنديش اي مشكله، الحمد لله انا كملت المباراه وانا سليم، بس هو قال لك يعني مبقاش عشان مبقاش يحصل مشكله عندنا ماتش نهائي وعندنا ماتش اللي جاي ماتش الجيش، الراجل قال لك احنا مطمنين، وطبعا علي يكون موجود اي حد يكون موجود، علي جون كبير واحنا كلنا في ظهر بعض، علي يكون موجود انا موجود احنا كلنا بنساند بعض، مصطفى انا علي دي سمه النادي الاهلي، اي حد يكون موجود احنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر، واحنا اي حد يكون موجود زي ما قلت لك اللعيبه كلها حتى اللعيبه اي حد يكون في اللعيبه، احنا اهم حاجه 11 لاعب في الملعب، احنا ما بنبصش مين الاسامي، احنا كلنا بنفكر في حاجه واحده بس اللي احنا ناخد البطوله، الحمد لله عندنا ماتش الجيش نفكر فيه ونفكر ان شاء الله نشتغل شغلنا عادي ونشوف مين اللي هيصعد ان شاء الله من الفرقتين اللي جايين والفرقتين كبار، واي حد يكون موجود في النهائي احنا نشتغل شغلنا وربنا يكرمنا ان شاء الله في النهائي. اخيرا الشناوي يمكن على طول بنتكلم على بيتسو موسيماني، لكن عايزين نتكلم على ميشيل، الحقيقه يمكن ليه دور كبير مع تركيزك الكبير جدا الشناوي سواء معاك او مع علي او مع مصطفى، بنشوف في التدريبات انتم مساعدينه بشكل كبير، وعلى ما اعتقد الراجل بيأدي اداء مميز جدا مع كل حراس المرمى، لو بنتكلم على الامر ده نقول يا شناوي. اكيد طبعا انت ما يبقى معاك واحد زي ميشيل طبعا هو اهم حاجه المعامله مع اللعيبه اللي موجوده، بيعرف يتعامل معانا بيتعامل معانا بشكل كويس، احنا اسره واحده مع بعض، دي اهم شيء، احنا كلنا بنشتغل وبنركز في شغلنا، والراجل اللي بيقول لنا عليه في التمرين احنا بننفذه، واهم شيء في التمرين هو يبقى قريب مننا، هو قريب مننا، واحنا عامه احنا الثلاثه زي اخوات بالظبط يعني، هو طبعا هو بيبقى اخ كبير لينا طبعا، والتمرين احنا بنركز بشكل كويس في التمرين، هو طبعا موجود معانا الفتره اللي فاتت دي كلها ومنفذ تعليماته، هو بيدينا شويه حاجات بنركز فيها بنتكلم فيها، انت شايف زي دلوقتي علي ومصطفى اي حد بيكون موجود بيبقى بيظهر بشكل كويس، الحمد لله على كل شيء، راجل صراحه شخصيته كويسه معانا، وعامه هو راجل على طول مبتسم زي ما انت شايف، واهم حاجه احنا كلنا مش احنا المجموعه كلها اللعيبه كلها وهم اللعيبه كلها، اهم حاجه يكون احنا كلنا اخوات في الاول، اول اي حد بينزل في الملعب احنا ما بنبصش اسامي زي ما قلت لك، اي حد يكون في الملعب يادي دوره ويعمل اللي عليه ويعمل شغله وهتطلع بنتيجه كويسه في الاخر يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لنجم نجوم النادي الاهلي الكابتن الشناوي وكل اللعيبه الحقيقه النهارده، يمكن الحمد لله النهارده كان الاصرار باين والجديه باينه من لعيبه النادي الاهلي، اما يكون كمان في قائد زي الشناوي وكلامه وهدوءه وكلامه المميز جدا بيدي رساله لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله. كابتن ايمن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تفضل على هذا التركيز والجديه والحماس والروح والاصرار، وعلى لو عايزين نقول اي حاجه نقولها على لعيبه النادي الاهلي في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحصل على هذه البطوله. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وكلام متزن من الكابتن احمد شناوي فعلا قائد محمد شناوي سوري كل مره اقول احمد شناوي وانا كل مره بقول لك كل مره تقول لي محمد كابتن محمد شناوي معلش
وفعلا قائد. يمكن اسامه قال هو يمشي قائد بس كنت اتمنى انه يبقى في نص الملعب مش ورا قوي كده. مظبوط. الشناوي من افضل لعيبه النادي الاهلي في الموسم ده، اذا ما كانش هو رقم واحد. انا بتكلم على مجموع الموسم كله في الدوري بطوله افريقيا. طبعا في نجوم كتير ولكن هو من احسن الناس حتى في الاداء الفني يعني، وفي شخصيته وعنده اتزان وعنده يعني بيعرف يتكلم ويعرف. بس طبعا كمان بنحتاج في الخطوط اللي قدام ناس تبقى قياده. صحيح. مش شرط يبقى كابتن بس لازم يكون في ناس عندها قياده في نص الملعب. بالذات في بتوع نص الملعب بيعرفوا يوجهوا ويعرفوا يسيطروا على اللعب، امتى يسرعوا اللعب، امتى يبطئوا، امتى يتكلموا مع الناس لما ما يجيش جون او يجي في جون فينا، او امتى نضغط او امتى. فبتبقى القياده من نص الملعب بتبقى كمان اوضح يعني. السوليه كابتن بيعملها الفتره اللي فاتت. السوليه طبعا السوليه راجل برضه. نرجع نتكلم في الامور الفنيه باذن الله ولكن بعد الفصل. والله العظيم وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. والكلام كان مع كابتن اسامه عرابي قبل ما نروح للفواصل بتاعت كابتن محمد الشناوي والجمهور النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن اسامه. وكابتن حفيظ. وكابتن سامح حفيظ. ما فيش فواصل ثانيه بقى، خلي عشان نخلص بقى. بص بعد الفاصل اللي جاي مش هتتكلم. لا حاضر. لا يا اخي اتفضل يا اسامه. فاتكلمنا على الناحيه النفسيه والذهنيه. النادي الاهلي كان مستعد اكتر بدنيا، قلنا فرق اللياقه البدنيه واضح جدا في المباراتين. النواحي الفرديه لعيبه النادي الاهلي في كل الخطوط متفوقه. جماعيا ودي نقطه مهمه، النادي الاهلي بيلعب كتله واحده. يعني الصوره اللي احنا كنا جايبينها اللي هم الاربعه قدام اربعه قدامهم اثنين، في تقارب في الخطوط سواء في النواحي الدفاعيه او في الهجوميه. الاستحواذ هايل، ومجدي قفشه وديانج والسوليه عاملين الاستحواذ بشكل كويس مع بقيه المجموعه. بس انا يمكن هتكلم على الثلاثه دول تحديدا. انا عايز اتكلم بالنسبه للنواحي الدفاعيه بالذات وحته التمركز بتاعه خط الدفاع. يعني احنا حتى لو اتكلمنا، خلي بالك على الارقام، احنا كنا بنعاني قبل كده من الكرات الثابته والضربات الركنيه والعرضيات. كويس. تخيل ان احنا مثلا الماتش الاولاني احنا كنا مستحوذين ومسيطرين طالعين كسبانين 2-0 ولكن علينا 11 ركنيه. مظبوط. كويس. ولكن لعيبه النادي الاهلي والتمركز الجيد لعيبه النادي الاهلي ككل، لان هو مش خط الدفاع طبعًا بس اللي كان واقف، طبعا ما استفادوش لعيبه النادي الوداد من الضربات الركنيه. والنهارده ايضا كان عندهم يا اربع يا خمس ضربات ولكن ما استفادوش منها برضه. مظبوط. الضربات الركنيه دي كانت من اخطر الحاجات لفرقه نادي الوداد، او الضربات الثابته بصفه عامه. انت قلت 11 ضربه ركنيه هناك. مظبوط. وهنا برضو حوالي خمسه او اربعه. في من ضمن الارقام كمان ان النادي الاهلي في الاخر في الخمس مباريات اللي خاضها على ارضه مع الوداد لم يخسر، فاز في اثنين وتعادل في ثلاثه. مظبوط. فالركنيات الواقفه من كل اللعيبه ممتازه، لان زي ما انت بتقول الضربات الركنيه بيرجع المهاجمين بالذات اللي بيلعبوا بدماغهم كويس زي مروان مصر. لما حمدي فتحي بيلعب بيقف بيتمركز كويس، عمرو السولية بيتمركز كويس، كل دول بيساعدوا خط الدفاع في الكرات الركنيه في الضربات الركنيه. ففعلا نادي الوداد ما قدرش يستفاد منها. كل الضربات اللي جات لهم هناك 11 ضربه ما استفادوش من ولا واحده فيهم تقريبا يعني. تعامل معاها لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس، ودي من المميزات اللي كانت عندهم احنا قدرنا نوقفها. فدي برضو من الحاجات الجماعيه، ان الضربات الثابته تعملها كويس او تمنعها لما تكون عليك. فالنواحي الجماعيه زي ما قلنا التحرك كتله واحده، الزياده العدديه، شفنا ازاي ديانج وقفشه والسوليه بيزيدوا ورا مروان، والسوليه وديانج عملوا صناعه الاهداف النهارده. سوليه عامل الجون الاولاني لمروان وديانج عامل الجون الثاني للشحات. ف شكل الجماعي بتاع الفرقه تحسن كتير، بعيد عن انه الوداد مش في احسن حالاته. ده ما يقللش من الترابط اللي في خطوط النادي الاهلي، الاستحواذ يعني عندنا استحواذ 55% النادي الاهلي و45% النادي الوداد. مظبوط. وهناك كان تقريبا 53 و47 برضه لينا يعني. بص بقى كابتن التمريرات الصحيحه، 520 تمريره صحيحه للنادي الاهلي من اصل 588. طبعًا الوداد الوداد 353 من اصل 439. تصويبات على المرمى النادي الاهلي 5 من 12، الوداد 3
من 9. لا كل الارقام وكل المعطيات فوارق كبيره، فوارق كبيره وواضحه، والنهارده تاكدت بالثلاث اهداف. صحيح. وكان ممكن يزيدوا لو اللعيبه كان عندها يعني اصرار ورغبه اكتر من كده. مزبوط. كان ممكن يبقى فوز بسكور كبير قوي. مظبوط. ف يعني مجموع اللقاءين اللعيبه ادت فيه بشكل هايل، ولكن انا خصيت بالذكر طبعا محمد شناوي اتكلمنا عنه كتير، لكن التلاتة السولية وديانج وقفشة عاملين دور كويس جدا 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 في النواحي الدفاعية والهجومية في الماتشين، في الماتشين. وحمدي فتحي طبعا لما نزل المباراة الأولانية بس، يمكن هو النهاردة لعب 3-4 دقايق بس، فالنهاردة تفوق كبير من النادي الأهلي. عارف نسبة النجاح التمريرات الصحيحة كام في المية يا كابتن أسامة؟ 88%. ما شاء الله، ما ده يعني معدل هاي، معدل كبير. وزي ما قلت لك الثلاثه دول مؤثرين فيه بصوره كبيره جدا. مع طبعا لعيبه الوسط بتوع الوداد ما بيضغطوش كويس، مسهلين الامور شويه. فطبعا ثلاث اهداف رائعه النهارده لمروان وللشحات، طبعا هدف عالمي، وهدف برضو ياسر ممتاز طلع من الثبات وجابها جون بشكل كويس. فاللي انا عايز اقوله ان التفوق كان في كل شيء يخص كره القدم، والنادي الاهلي كسب عن جداره واستحقاق. واسيب لك بقى الكلمه عشان نسيب حاجه للكابتن عادل يتكلم فيها. لو اتكلم في كل حاجه كابتن عادل، عايزين نتكلم على الاستحواذ في نص الملعب والارقام اللي قدامنا. النادي الاهلي يمكن لتاني مباراة على التوالي في الوداد، لو تفتكر كانت النسبة برضو 52-48، النهاردة 55-45، ولولا ان احنا برضو اتدلعنا شوية في الاخر يمكن كانت وصلت النسبة 62-38 في بعض اوقات المباراة. مش اتدلعت، هديت، هدينا، بس اتدلعت دي فيها عارف ايه يعني، كل واحد بيعمل على دماغه، لكن هي هدوء. مش الدلات دي عشان النتيجه، يعني النتيجه خلاص خلت الامور بقت هاديه بالنسبه لك، ومفيش مقاومه للفريق الثاني، فالامور بقت هاديه خالص. لكن هو مش دلع، لو بمعنى دلع يعني. طب كويس، لعيبه الاهلي ما بتدلعوش على فكره، هدوء بدلع، هدوء بس. طيب ماشي، اتفضل يا كابتن حياتك. لو طلعت النسب عدد التمريرات من بعد مباراه المقاولين هتلاقيها النسبه زادت عما قبل، هتلاقي كويس. الارقام زادت، هتلاقي ما قبل مباراه المقاولين اعتقد 300 وحاجه، ممكن توصل 400. ما بعد المقاولين لما عملت بقى تعمل استحواذ كويس النسبه عدت ال 500، وده رقم مش قليل على فكره. النسبه عدت 25% في وقت قليل جدا، وقت قصير جدا مع 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 تغيير المدربين، ودي حاجه تحسب لموسيماني طبعا. الاستحواذ لما تيجي تتكلم على اي استحواذ لازم تروح عينك على طول تاخدك لنص الملعب. على طول لما تلاقي استحواذ عينك لازم تاخدك لنص الملعب. النهارده لو جيت طلعت نجوم مباراه زي ما يعني كباتن يعني راحوا لها، بس انا راح لها بحته في اتجاه تاني. ديانج سوليا قفش، ديانج سوليا قفش، الاستحواذ بيجي لك من كذا طريقه. اول حاجه كويس ان انت قلت الاسماء دي، ما هم لان ارقامهم فعلا ديانج السوليا قفشه ارقامهم غير طبيعيه النهارده. طبعا تمريرات، في التمريرات وفي حاجات، في حاجات مهمه جدا في الاستحواذ. ما ينفعش تعمل استحواذ من غير ما الكره تعدي على لعيبه نص الملعب، دي اول حاجه. تاني حاجه، في حاجه النهارده حصلت جديده او بلا شويه بتحصل، بس النهارده بقت بزياده قوي، بقت واضحه بشكل واضحه للناس كلها. الاول كان في استحواذ ممكن انا اعمل 500 تمريره، بس التمريرات منهم جزء كبير جدا عند خط الظهر، لو مفيش حد بيضغط عليك فبتمرر كتير. أي. النهارده بيتلعب عليك ضغط عالي من بدري، ومباراه بيراميدز بتتعمل عليك ضغط عالي من بدري. أي. بيتعمل عليك ضغط عالي وفي نفس الوقت انت بتحضر. النهارده انا في لقطه في المباراه ما اعرفش نعرف نجيبها ولا لا، دي لقطه المباراه بالنسبه لي. في كوره، اول كوره جت لعلي لطفي رجعت له، وعلي لطفي راح شايلها، راح طلع اوت ناحيه جهاز النادي الاهلي. شوف رد فعل، شوف رياكشنات النادي، لعيبه الاهلي عملت ازاي، كله اتضايق ان الكره طلعت بره، ان الكره اصلا اتشتتت. صح. فدي ده يديك مردود ان الناس خلاص بقى عندها، هي اوتوماتيك بتلعب كوره، انت خلاص الكوره معانا، هنلعب كوره، بنحضر. في وقت في كوره كمان الشناوي اتلخبط فيها شويه ومشي بيها شويه، واتلعبت لايمن اشرف وطلعت كويس على اجاييه، وطلعت مانديانج بعدها. مظبوط. في ناس بتعرف تحضر، في مدرب يعرف يخليك تعرف تحضر كويس من تحت في التلت. في التلت الاول للملعب، وفي مدرب تاني يعرف يعمل لك تركيب
لانك ازاي تخرج بالكوره بعد ما يضغط عليك، ودي نقطه مهمه جدا. صح. جدا جدا، وده باين النهارده. النهارده بقى كان في كوره تانية، بقى في تركيبه، بقى في انت عارف الشناوي بتجيله. الشناوي خد بالك قبل ما يخرج عمل حوالي 8 لونج باص، 8 كلهم صح لحسين الشحات، في 2 لحسين الشحات وفي 3 لهاني، وعمل واحده لفتحي. فعامل كم تمريرات صحيحه وانت بتضغط عليك ضغط عالي، فدي نقطه مهمه جدا. لما نيجي نشوف بقى ثلاثي وسط الملعب، الاثنين اللي الارتكاز بيلعبوا كرتهم سليمه، يعني انا نادرا النهارده لو في المباراه اهو معانا على الشاشه ادي الوقت دي، ده الضغط العالي. بص بص الوداد بيلعب عليك ضغط عالي منين؟ الوقت ده بيلعب عادي عندك، بتلعب بكل اريحيه، ما عندكش مشكله جدا، بتلعب على اثنين السنتر باك، والسنتر باك وبعد كده بتلعب مع الشناوي، بيبقى في باك من الباكين فاضي لو اللعيبه بتلعب في نص ملعب كتير، لو الباكين ممسوكين بتلعب على لعيب نص ملعب، لو لعيب نص ملعب ممسوك وبيتلعب عليه ضغط عالي بتتلعب لحد زياده في نص الملعب، اذا كان راس الحربه مروان او اذا كان قفشه او واحد من الوينجين. فدي حاجه من الحاجات الكويسه انك تبقى مرتب بعد ما يضغط عليك ضغط عالي تعمل ايه. حتى الكور الطويله، الكور الطويله معموله بدراسه، يعني معموله متجهز لها، مش اللي هو انا ضغط عليا ضغط عالي فانا بعمل كور طويله. فدي نقطه مهمه جدا، انا برضو شايف ان هي من الفوائد اللي احنا او الحاجات الكويسه اللي احنا وصلنا لها. هنيجي نتكلم على السوليه وديانج وقفشه. ديانج انا شايف ان ديانج يعني رايح لوقت هيبقى فيه خناقه عليه، وديانج ده لازم يتامن كويس، ولازم تبقى مواكب للي جاي، لان ديانج ده اعتقد هيجي له حاجات اعلى من الدوري المصري، وانا شايف ان هو كبروفايل لعيب هو اعلى من الدوري المصري بمراحل. طيب نخليها منطقيه. استاذنك يعني كابتن عادل معلش، هنرجع نكمل كلامنا مع ديانج على ديانج والسوليه وقفشه مع حضراتكم مع كابتن هاني، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، اتفضل يا كابتن عادل. كابتن سامي لا سامي لا كابتن سامي مش هلاقي كابتن سامي لا كابتن سامي يلا اتفضل. والله بيسامحه ارضى عنه. كنا بنتكلم على ديانج وقفشه والسوليه. صح. وده جزء، ودول اهم ثلاث عناصر في الاستحواذ، ان الكوره بتعدي عليهم على طول طول الوقت. في تدوير الكوره لازم تدور على اثنين لعيبه الارتكاز. في جزء ثاني اللي هو عندنا بقى، يا ريت نجيب ارقامه على الشاشه كمان، في عنصر مهم جدا جدا في الاستحواذ برضو، ديانج بقى برضو يعني من بدايه الدور الاول بصراحه بيعرف يقطع خطوط بالكوره وبيوصل. صح. لمناطق كتير جدا، وفي في في ماتشات كتير جدا قطع يعني نفس الكوره بتاعت النهارده اتكررت في ماتشات كتير، بس هو ما بيعرفش يسجل منها قوي. ولو هو عنده الملكه دي هيلعب في حتت في احسن حتت في العالم. بس خلي بالك هو في احنا قلنا عليه حاجه قبل كده في الماتشات اللي هي ساعد فايلر بتاع اطراف، هو ما بيعرفش يلعب بره، ولكن هو النهارده عمل كره الهدف حلوه قوي من على الطرف. لا هو وش رجله، هو عمل باص، لكن هو في الدريبل، هو في لعيبه لما بياخد دريبل بتاعه في مكان مش حتته ما بيعرفش يتعامل فيه زي نص الملعب. نص الملعب هو بيمشي بالكوره في مكان خلاص، هو بيعدي من واحد بيبقى موجود في منطقه تانية غير الاطراف. الاطراف بتبقى شويه اوسع ومنطوقه، تمريره الجول صعبه جدا. صعبه جدا. طب نشوف ارقامه يا كابتن معانا على الشاشه. هو كان خلي بالك النهارده في الدريبل كان عالي جدا، ما هو في الدريبل اعتقد عمل مراوغات كتير جدا النهارده وكلها صحيحه، كل المراوغات صحيحه. تخيل كل المراوغات فعلا صحيحه. طيب الحمد لله. هو ادي ارقامه على الشاشه. طيب. مراوغات صحيحه وصناعه اهداف. والنهارده في حاجه هو تميز فيها جدا انا شايف ان هي من نقاط ضعفه. هو في التمرير القصير عنده مشكله، خلينا بس نتفق في الحته دي، هو مش احسن حاجه في الحاجات القصيره. بص هو بالنسبه للتمريرات الصحيحه هو عمل 59 تمريره صحيحه من 64. فنسبته 92%. دي اعلى نسبه، انا اعتقد ان دي اعلى نسبه ليه من ساعه ما جه النادي الاهلي تقريبا. لان صح. هو مميز في حاجات معينه، في القطع مميز جدا، في المراوغه مميز جدا، ولكن صح. في حتت صغيره في الباس القصير. بص المراوغه دي 9 من 9 فعلا. طيب. قطع التمريرات شوف برضو كام، 6 من الناس يعني محضر لنا يعني من غير ما نقول لهم حاجه بصراحه. بالظبط فدي حاجه فعنده حاجات مميزه كتير جدا. الحاجات اللي مش هقول سلبيه، ولكن الحاجات اللي هي ناقصاه شويه هو اللعب تحت ضغط في الحاجات القصيره. النهارده عملها هايله. صح. النهارده في حاجات هو عملها هايله هو والسوليه. وكمان بقى ما نقدرش نغفل دور قفشه في المباراة الثانية أو الثالثة على التوالي، بيأدي بشكل كويس جدا. قفشة دوره مهم جدا في الاستلام بين الخطوط. قفشة كمان أرقامه هايلة النهاردة. ده ما بص، أول ما تلاقي استحواذ وتلاقي نسبة استحواذ كويسة ونسبة الأرقام
التمريرات كتيره لازم تبص على لعيبه نص الملعب. لعيبه نص الملعب هم اللي بيتحكموا في ده. وكمان مش لعيبه نص الملعب بس، في كمان الباصات التمريرات الحاسمه. لو جيت بصيت على التمريرات الحاسمه هتلاقي التمريرات الحاسمه من عند دول كمان. هتلاقي ان السوليه عمل الهدف الاول، هتلاقي كابتن ادي قفشه على الشاشه، هو لعب 91 دقيقه، تصويبات طبعا واحد من اثنين، والتمريرات البينيه واحده، عمل تمريره بينيه واحده، اعتقد كانت لحسين الشحات الشحات عملها وكان الشحات ممكن يسجل منها. وبص بقى، عمل تمريرات صحيحه 64 تمريره صحيحه من اصل كام؟ 66. مع ان قفشه كمان قفشه في نقطه عند قفشه، نقطه مهمه في العيب البلاي ميكر، لما تيجي تقيم له الباصات بتاعته ممكن تلاقيه من اكتر، يعني لو انت بتقيم لعيب البلاي ميكر هتلاقيه من اكتر الناس بتقطع منها الكوره. ليه؟ لان هو ريسكه اعلى من اي ريسك من اي لعيب تاني في الملعب. فلما تلاقي النسبه دي عنده عاليه وهو عنده نسبه الريسك عاليه فدي حاجه تحسب له. 97% نسبه التمريرات الصحيحه، صحيحه وفيها ريسك، حاجات فيها ريسك شويه. الحاجات اللي كان فيها اللي عمل كذا واحده، عمل واحده الاجاييه وعمل واحده الكهرباء، عمل في كام كوره اشتغل فيهم بشكل كويس. فانا شايف ان قفشه قبل كده استلام بين الخطوط كان قليل عنده شويه، النهارده لا بيستلم بين الخطوط كويس جدا والناس بتطلع عليه بشكل كويس جدا. وده اللي خد بالك اللي اداك الاستحواذ في مباراه الوداد في الـ في الـ في الذهاب مش النهارده. فانا شايف ان الثلاثه مميزين جدا. ديانج انا شايف ان هو كواليتي مختلفه عن الدوري المصري، هو في ليفل مختلف تماما عن الدوري المصري، هو اعلى. صحيح. واعتقد الفتره الجايه ممكن يعني ما تلاقيهوش في وسطك، يعني ما تلاقيهوش معاك في الاهلي، يجي له عرض خارجي. اعتقد مع يعني مش هيقعد في مصر كتير يعني. كابتن هاني، كنا الفتره الاخيره كنا بنعاني قبل ما يحضر مستر موسيماني من ان بعض العيوب في الاداء الهجومي، وخصوصا التحرك بكره وبدون كره. الفتره الاخيره بقى من اول ما مسك مستر موسيماني في الاربع خمس ماتشات شفنا تغير كامل بنسبة يمكن تتعدى ال 50-60%. هو التغير يا كابتن مش في الشكل الهجومي بس، التغير في حاجات كتير جدا، في حاجات كتيرة جدا، في أداء، أول حاجة النادي الأهلي، شكل النادي الأهلي، طريقة اللعب، بعض تمركز بعض اللعيبة اللي كانت بتلعب مع مستر فايرف مش في مكانها. فطبعا أول حاجة أنا عايز أقول إن الراجل مستر فايرل الطريقة اللي كان بيلعب بيها قبل ما يمشي كانت احنا كنا بنشتكي منها. ازاي يا كابتن علاء؟ انت لو تفتكر الراجل كان عنده ايام بيعتمد على الكرات الطويله اللي احنا واتكلمنا فيها كتير جدا، النادي الاهلي ده مش اسلوبه وده مش لعبه وده مش النادي الاهلي اللي يعتمد على اللعب الطويل، وكنا بنتكلم فيها كتير جدا. يعني الراجل حتى الراجل لما مشي الراجل مستر موسيماني جه غير شكل النادي الاهلي في خلال حوالي يعني اقل من شهر. فدي حاجه يعني انا شايف ان هي حاجه يعني حاجه كويسه جدا ان انت يعني في فتره قليله قوي تقدر تغير الحاجات دي كلها، ان انت تغير طريقه لعبك، تغير خطه لعبك، تغير. خلي بالك بدون قطع كلامك برضو، هو جت النهارده عليه الكاميرا لما كان في حصل في وقت من الاوقات تشتيت، قال لك العب على الارض بالظبط. ما ده اللي احنا ده اللي واضح وده اللي باين. باص هو الراجل شكله بيعتمد على الكرات اللي مش ما بيعتمدش على الكرات العاليه نهائي، كل لعبه على الارض. يعني هو شكله كده حاسس ان هو يعني ايه عايز يطبق الفكر الاوروبي او الفكر الفرق اللي بره في مصر. فطبعا احنا ما فيش حد في مصر بيلعب بالخطه دي او بالتشكيل ده او بالطريقه دي الا تقريبا كان الكابتن ايهاب جلال كان بدا بيها فتره، وطبعا لما قعد يتنقل من كذا نادي للنادي فطبعا اللعيبه ما كانتش بتساعده. فالراجل عنده الامكانيات، مستر مسلمان عنده الامكانيات وعنده اللعيبه اللي تقدر تعمل له ده. احنا 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 برده يا كابتن ايمن عندك اللعيبه ما كانتش بتعمل الحاجات دي. يعني خلينا نكون صراحه برضو مع بعض، احنا عندك اللعيبه امكانيات اللعيبه مش هقول امكانيات، لا انت ما دام اللعيبه عملت كده يبقى انت عندهم امكانيات موجودة. لكن كانت في حاجه مدفونه، يعني حد محتاجين مدرب ان هو يطلع الامكانيات دي ويطبقها في المباريات. فطبعا اعتماد الراجل على طريقه اللعب دي في الفتره دي انا شايف ان هي دي حاجه كويسه جدا وحاجه تتحسب له بصراحه. تمام. تاني حاجه يا كابتن ايمن عايز اتكلم برضو، احنا عمالين نتكلم في وسط الملعب، وسط الملعب عمل مباراه يعني هايله، الماتشين مش ماتش واحد زي ما قلت للكابتن اسامه، لكن برضو مش عايزين نبخس حق الخط الظهر والناحيه اليمين بتاعتنا اللي موجود فيها محمد هاني، لان طبعا احنا عارفين كلنا من قبل ما نلعب الوداد من الماتش الاولاني ان القوه بتاعتهم بتعتمد على الناحيه الشمال اللي موجود فيها الراجل الهاف الشمال اسماعيل حدادي. تمام.
والراجل يحيى عطا الله. الحته دي هم بيعتمدوا عليها اعتماد كلي في المباريات بتاعتهم اللي بيلعبوها، وبيضم معاهم الراجل اللي هو وليد الكارت ساعات ناحيه الشمال، وساعات كاسينجو، وساعات ايمن حسونه برضو. الحته دي هي مميزين فيها، احنا ما حسيناش بيها خالص خلال المباراتين. دي حاجه برضو محمد هاني برضو احنا لسه يعني لسه صغير وكل حاجه، لكن ان هو يقدر يوقف خطوره ناس زي دي وناس بالحجم ده وناس بالامكانيات دي، فدي حاجه برضو مش عايزين ان احنا نبخس حقه فيها. لا، الراجل عمل مباراتين هايلين. نفس النظام برضو خط الظهر، ايمن اشرف وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم خلي بالك النهارده ارقامه هايله، تمام؟ يعني شوف هو بيلعب ورا، ولكن تمريراته الصحيحه 45 تمريرة صحيحة من أصل 48، تمام. يعني أنت بتكلم على نسبة 94%، تمام، من مدافع. أنا ياسر لعبت معاه كمان، وعارف ياسر من نوعية اللعيبة اللي هي بتحب تطلع تلعب لونج باس كتير. فعشان كده أنا قلت بأول بداية كلامك يا كابتن، قلت لك إيه؟ قلت لك في لعيبة ما كانتش بتلعب بالطريقة دي وبدأت إن هي تعتمد على الطريقة دي، من ضمنهم ياسر إبراهيم طبعا. وعايز أقول حاجة برضو، أنت إحنا اتكلمنا فيها من شوية كابتن، إن أنت عند عليك حوالي 14 أو 15 كورنر في خلال المباراتين. ده أنت عارف كام النهاردة؟ علينا 8 8 و11 19 كورنر، 19 كورنر، وهم كمان بيعتمدوا على الكرات دي. تمام، الكرات الثابتة بالنسبة لهم، اللي هي الحاجات الثابتة، الثوابت زي الكورنر زي الفاولات، الحاجات دي كلها. وإن أنت يعني تلغي اصلا الحاجات اللي هي اللي مؤثره عندهم، فدي حاجه طبعا تتحسب برده لخط الظهر. مش عايزين برده، عايزين ندي كل واحد حقه. الناس كلها النهارده ادت بشكل كويس. الشحات، عايز اقول برده كابتن ان الشحات ومروان، عايزين برده يا جماعه نرجع بالذاكره كده، مروان في ماتش الزمالك الكوره اللي سابها وما كانتش اوف سايد، الراجل النهارده نفس الكوره وكان ممكن يقف، وكانت برضو كانت هتبقى هتحصل مشكله. الراجل النهارده كمل. طب بما انك بتتكلم عن حسين الشحات، هنروح معلش هنقطعك وهنرجع لك تاني، هنروح لزميلنا كريم احمد واللقاء مع حسين الشحات. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. انا معايا واحد من نجوم النادي الاهلي حسين الشحات. ببارك لك يا حسين. الاول ايه الجون الجامد قوي ده؟ ايه الجون ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اولا تحياتي للاستوديو التحليلي كله. الحمد لله طبعا، يعني اهم حاجه المكسب، يعني اهم من الجول واهم من اي حاجه، اهم حاجه المكسب. دي اهم حاجه بالنسبه لنا، مش فارقه مين يسجل، سواء انا اسجل او اي لعيب يسجل، اهم حاجه اللي احنا نكسب، اهم حاجه اللي احنا نحقق البطوله باذن الله. دي اهم حاجه، اهم من الجول يعني. يمكن من النقط الايجابيه جدا ان انتم يمكن قفلتوا على نفسكم بشكل كبير جدا يا حسين. يمكن انا كنت معاكم في المغرب بعد المباراه على طول، اشتغلتوا على نفسكم، الجهاز الفني اشتغل، تابعتوا المباراه وبانت النتيجه وبان الاداء. انا بحييكم وبحيي كل اللعيبه، لان بانت رجوله النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. طبعا والله دي اهم حاجه، يعني احنا كنا متفقين اصلا من قبل المباراه على كده، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده من واحنا في مصر، من قبل ما نروح المغرب، فاحنا كنا متفقين على كده كلنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده. حتى بعد المباراه انت اديك شفت احنا عادي، ما كانش في اي حاجه، احنا قلنا خلاص يا جماعه احنا كسبنا، ربنا كرمنا، اهم حاجه لسه في شوط ثاني. فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده يعني. الحمد لله. كلمات الكابتن محمود الخطيب وهو متجمع معاكم في مركب محمد الخامس كانت ايه؟ ودوافعها بالنسبه لكم كانت عامله ازاي؟ والله طبعا يعني هو كان بيقول لنا خلاص، يعني انتوا كنتوا رجاله وقدرتوا ان انتوا تكسبوا هنا، اهم حاجه ان احنا نكمل زي ما احنا، واهم حاجه ان احنا نحقق البطوله، نكسب مباراه العوده عشان خاطر نقدر ناخد خطوه بالنسبه للبطوله ان شاء الله. النادي الاهلي في النهائي، شايف المباراه النهائيه ازاي؟ ومطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم، لكن لسه مرحله مهمه جدا، 90 دقيقه وممكن تبقى 120 دقيقه. مطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي؟ والله طبعا يعني جمهور النادي الاهلي طبعا صابر معانا من بدري، يعني من السنه اللي فاتت مباراه سان داون، من ساعه ما خسرنا كان دايما ورانا وكان دايما بنشجعنا، فالحمد لله يعني بنقول لهم ان شاء الله تفضلوا زي ما انتم دعموكم معانا ان شاء الله، اللي احنا نقدر نحقق البطوله دي اهم حاجه باذن الله. احنا كلنا طبعا بنسبه كبيره بنحلم بالبطوله، مش الجمهور بس، يعني احنا والجمهور والرئيس كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والطبي والاداري والعمال، كل الناس كلها عايزه تحقق البطوله، فاحنا ان شاء الله احنا مركزين على كده، وان شاء الله نقدر نحققها ونسعد الجمهور باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. حبيبي بنشكر اكيد نجمنا ونجم النادي الاهلي حسين الشحات، اداؤه كان مميز جدا يا كابتن ايمن النهارده، يمكن وضحت الشخصيه الكبيره اللي بناكد عليها. يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر الاداء بالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يكون في المباراه النهائيه كطرف اول كالعاده طبعا زي ما احنا عارفين، لكن ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من استاد القاهره، ولقاءات خاصه عقب فوز النادي الاهلي على نادي الوتاد بنتيجه 3-1. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد. شركة إير كايرو الناقل الرسمي لقناة الأهلي بتهني النادي الأهلي بالتأهل لنهائي أفريقيا، وبإذن الله تتمنى النادي الأهلي الحصول على البطولة. كابتن هاني، كنا بنتكلم على حسين الشحات، وبصراحة النهاردة جاب جول رائع عالمي. بصراحة أنا بحب الجول دي بصراحة يعني. فعلا ما توقعناهوش منه النهاردة. لا، هو انا اتوقعت على فكره ان هو يبقى كويس، حتى في كلامنا في اول الاستوديو قلت ان هو عنده شخصيه
المباريات الحاسمه يعني. انا احسن انا شفته شحات وتابعته كتير في الماتشات المهمه بيظهر بغض النظر عن الكره اللي فاتت في ماتش الوداد اللي في ماتش اللي كان هناك هو ضاع انفراد، لكن باين من هدوءه وتركيزه وكلامه ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، ان هو راجل عادي ان انت وارد انت ممكن تضيع، لكن الميزه ان انت الماتش اللي بعده تجيب. هي دي الميزه اللي انا شايفها في حسين، وحسين عنده الحته دي، وكان هادي جدا في التعامل مع الكوره. لا تعامل مش اي تعامل بجد يعني، تعامل مش اي حاجه عالميه، بيلعب خماسي يعني. صحيح. لو بيلعب خماسي مش هيعمل كده يعني. صحيح. فبصراحه لا، والنهارده ده لو مأجر الراجل مش هيعمل كده. لا اصل اتعملت حلوه قوي فعلا. الكابتن علاء قال هو من افضل يعتبر يعني انا شايف ان هو احسن هدف لي احرزه في حياته. انا شايف ان هدف عالمي، وكابتن برضو عادل قال ان هو جاب فيه جول زيه في الشرقيه لدخان، هو في الشرقيه نفس الجول تقريبا شفناه، انا شفته تقريبا على اليوتيوب برضو. فهو طريقه لعب حسين كده يعني، هو من اللعيبه اللي هو يعني عايز يجيب جول بشكل حلو او بشكل مميز يعني. قفشه برضو نفس الكلام، قفشه النهارده الماتش اللي فات كان احسن من كده، لكن النهارده الراجل عوضها بالتمريرات وعوضها بالحته اللي هي الدفاعيه في نص الملعب مع سوليه وديانج. وبرده يا كابتن ايمن عايز اقول لك ان مكسب النادي الاهلي في استحواذه في نص الملعب في المباراتين، لان احنا كلنا متفقين على ان الناس اللي هم قول حسين الشحات. انا عايز اجيبها من الاول لو انا عايز، بس هي مش هتيجي من اول كره دي. هل ممكن تجيبها لنا بدري شويه؟ انا عايز برضو انوح عن حاجه، ان الكره دي يا اما كره ثابته يا ركنيه يا فاول. هي زي ما انت الشناوي طلع كره مرتده، الشناوي طلع عملها بالبوكس يا كابتن، راحت لديانج. ديانج عمل السبرنت على الخط واحده والثانيه وعملها بوش رجله. صح مظبوط، يعني نموذج نموذج راحت لحسين، فحسين استغلها بشكل كويس جدا يعني. يعني كرة بتتكلم على 3-4 لمسات وصلنا للجول. بالظبط بالظبط يعني. برضو الاسبرنت برضو مش عايزين يعني عايزين نتكلم على الشناوي. بالظبط الشناوي لديانج، وديانج لحسين. عايز اتكلم برضو في الاسبرنت بتاع ديانج. صح الاسبرنت، الراجل كان فيه حوالي 2 او 3 متر بينه وبين الراجل بتاع نص الملعب. صح يعني الراجل انا ما اعرفش، انا استغربت بصراحه يعني، ما شاء الله يعني، ما شاء الله ان الراجل عمل اسبرنت وراح خد الكوره تمام ومشي بيها واحده والثانيه وعمل سروب وش رجله. فدي حاجه ما يعملهاش الا لاعب من طراز اوروبي بصراحه يعني. صح. حتى كابتن عادل اتكلم عليه واداله حقه يعني. احنا نتمنى طبعا ان ديانج يكون موجود معانا اكبر فتره ممكنه واكبر وقت ممكن، لان لعيب زي ده صعب ان انت تجيب لعيب زي ده بصراحه، لان احنا بقالنا فتره كبيره ما شفناش لاعب بالامكانيات دي في الدوري المصري. صحيح. فانا انا 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 يعني متفائل ان الراجل ده هيروح مكان كبير يعني، مكانه كبيره جدا، وهيبقى في مكان كبير جدا. وزي ما قلت لك نفسي يكون موجود معانا، لكن هي الكره كده يعني. انت اكيد لو جاله عرض من النادي الاهلي من اي فرقه في اوروبا بمبلغ كبير جدا، اكيد النادي الاهلي هيفكر مره واثنين وثلاثه. والنادي الاهلي عنده العين الخبيره اللي هي ممكن تجيب زي ديانج واحد واثنين وثلاثه يعني، ده مش هيبقى اول او اخر لاعب يبقى بالامكانيات دي ويجي النادي الاهلي يعني. صحيح. فطبعا مبروك للنادي الاهلي. عايزين برضو ندي فرصه للكابتن اسامه ان هو يتكلم تاني. تاني وثالث ورابع كابتن، امال ايه المشكله؟ كابتن اسامه كابتن اسامه يعني من اساطير النادي الاهلي. طبعا 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 بجد بجد والله. كابتن اسامه يعني الواحد وهو صغير. صحيح. يعني بين الهزار لا ده كابتن علاء ادينا حاجه كتير. هو ده لا بجد والله اتشرف ان احنا موجودين معاك. طبعا الله يخليك. طبعا يعني كابتن اسامه مبروك يا كابتن للنادي الاهلي. وزي ما قلت برضو مش عايزين ان احنا انا عاجبني الشناوي بيتكلم كمان، كابتن بيتكلم بهدوء بيقول خلاص ان المباراه انتهت والمباراه عايزين نركز في المباراه اللي بعدها، المباراه النهائيه. لكن في طبعا بروفه ثانيه برضو، مباراه طلائع الجيش ان شاء الله كمان اسبوع. اتمنى ان شاء الله تعدي على خير وما يكونش فيه اصابات، واللعيبه كلها تبقى جاهزه ان شاء الله للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. نومان هنطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. شكرا للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. مبروك يا كابتن ايمن، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي على فريق الوداد بمجموع مباراتين بنتيجه 5-1 وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بنرصد احتفالات جماهير النادي الاهلي بفوز النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه. برحب بحضرتك على شاشه تقارات النادي الاهلي، مش هقول مباراه كبيره لا، مباراتين كبار من النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه. مبروك لكل اهلاويه، عملنا ماتش
الماتش احنا ان شاء الله حسمناه من المغرب بالاداء الكويس والتشكيل الكويس اللي حصل، والحمد لله النهارده ربنا كل الكفاح اللعيبه، موجود المدرب، موجود اللعيبه، والف الف مبروك. وان شاء الله احنا البطوله السنه دي احنا مستنيينها بقالنا 7 سنين، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي وناخد البطوله لان احنا نستحقها، والف الف مبروك لكل الاهلاويه. اشكر حضرتك. شكرا يا فندم. عايز اروح لحضرتك، عايز اسالك على المباراه، قول لي شفت المباراه ازاي وشفت اداره تابيتسو موسيماني للمباراتين ازاي؟ والله قوي في البدايه اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ودي كانت حاجه متوقعه من رجاله الاهلي، كانت حاجه كبيره قوي، والحمد لله الحمد لله كنت متوقع ان النتيجه ما تقلش عن 3 أو 4 بالكثير قوي. الحمد لله الحمد لله الجماهير الاهلي والنادي كانوا رجاله في الملعب وكانوا رجاله من في الماتش في الشوط الاولاني. شايف بقى البنوته الجميله فريده من اول الماتش عماله تشجع. مشجعه كبيره جدا. جدا في الاهلي. ايه نكلم؟ يلا اهلاوي. عايز اسال حضرتك، صعود النادي الاهلي للمره 13 للمباراه النهائيه، مباراتين كبار، مباراه في الوداد بفوز بهدفين، النهارده في استاد القاهره بتفوز ب3 أهداف، بانت شخصيه النادي الاهلي في اللقاءين. هو اللي انا عايز اقوله قبل كل شيء، طبعا اختيار كابتننا الكبير محمود الخطيب ولجنة الكورة ومجلس الإدارة، اختيار موفق من اختيار موسيماني. والمباراة اللي احنا لعبناها النهاردة دي مباراة عالمية، المباراة بتاعت النهاردة بالذات، مباراة النهاردة مباراة عالمية، مباراة كانت تكملة المباراة اللي فاتت، مباراة بتاعت النهاردة مباراة عالمية، وحسين الشحات عمل هدف عالمي، واحنا بنقول للكابتن محمود الخطيب مبروك اختيارك الموفق، وموسيماني أحسن اختيار لنجلة الكورة بالنادي الأهلي. وبالنسبة لأهداف المباراة النهاردة، أهداف ملعوبة وجميلة جدا، وإن شاء الله المباراة النهائية بإذن الله الأهلي وبطولة أفريقيا 9 النادي الأهلي القادمة إن شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم. عايز أروح بقى لحسين. الأول خليني أرحب بحضرتك، والنهاردة موجودة مع حسين وش السعد النهاردة على جماهير النادي الأهلي. قولي لي الأول، حسين النهاردة هو دايما بيبقى حريص إنه يتفرج على ماتشات الأهلي؟ لأن خاله كابتن مروان محسن. كابتن مروان محسن. طب النهارده بقى الهدف الاولاني للكابتن مروان، نقول اهداء لحسين، تقول ايه النهارده للكابتن مروان والهدف الاول احرزه النهارده وسهل علينا اللقاء؟ اقول له الف الف مبروك، انت تستاهل كل خير وتستاهل احسن من كده بكتير، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، ويا رب دايما وش حسين يبقى حلو عليه. حسين بقى يا حسين، قول لي بقى انت النهارده عايز تقول ايه الاول للنادي الاهلي؟ مبروك يا حسين. عايز تقول ايه بقى للكابتن مروان محسن؟ تقول له ايه؟ حبي ان شاء الله يا حسين. انا عايز بقى اقول لك ان شاء الله تحتفل معنا في المباراه النهائيه، وتكون موجود في المباراه النهائيه وتحتفل معنا بالكاس. ان شاء الله. بحبك يا خان. تقولها تاني بقى، عايزين نسمعها تاني. بحبك يا خان. بحبك يا خالو. دي كانت اهداء من حسين للكابتن مروان محسن. لسه مستمرين يا كابتن ايمن في فرحه جماهير النادي الاهلي وحسين، يعني خاله الكابتن مروان محسن صاحب الهدف الاول، وبيقول له بحبك يا خاله، بحبك يا كابتن مروان. لسه مستمرين في نقل تغطيه وفرحه جماهير النادي الاهلي. عايز اسالك النهارده، مباراه كبيره من لعيبه النادي الاهلي، مباراه كبيره مش من النهارده، لا من المباراه الاولى. اكيد طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكر لاعبين النادي الاهلي على الاداء الجميل ده، وبشكر بيتسو موسيماني مدرب عبقري، مدرب عنده فكر، مدرب ان شاء الله متواجد معانا الفتره ان شاء الله نقدر نجدد له 9 باذن الله، زي جوزيه واكتر من جوزيه باذن الله. مبروك للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي فرحانه من قلبهم بجد، وشكرا للاعيبه النادي الاهلي، لعبوا برجوله، لعبوا باحترام، بينوا اثباتهم في الملعب. بقى اقول لك، تقول لي نقول كلنا ايه للاعبين قبل المباراه النهائيه باذن الله ورسالتنا للاعبين؟ ننسى الماتش النهارده خالص، ننسى اي حاجه، وما بقولش في النهائي ان شاء الله. نلعب مع اي حد، مع الرجاء، مع الرجاء ومع الزمالك ان شاء الله، باذن الله اي حد يلعبنا ان شاء الله نرحب اي فرقه تيجي تلعبنا ان شاء الله، باذن الله تعالى. كابتن ايمن، كابتن فريق عظيم قد العمر وبرده قليل. رد فعل جميل، وانا والله تفائلت خيرا
لما شفت حسين، ويمكن بفكركم بالصوره ديت. ان شاء الله هنجيب الصوره دي تاني في الفاينل، وهيكون النادي الاهلي هو اللي كسبان البطوله باذن الله ان شاء الله. ويبارك لخاله يا جدع مره تانية اهو، وبنبارك لخاله، وان شاء الله الصوره دي والله تفائلت خيرا بحسين، وباذن الله على وشك يا حسين هناخد بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علاء، الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا. الاستعدادات 14 يوم يتخللهم مباراه واحده فقط بس. عايزين نتكلم عن الاستعدادات، كلنا هنتكلم عن استعدادات فريق نادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان احنا قدامنا خلاص خطوه وناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. هم اسبوعين بالظبط يا ايمن، فرصه كويسه للخطا الانفاس شويه. حته المستشفى تعمل بهدوء، مش مستعجل على حاجه. المصابين او عنده شبه اصابات ممكن ترجع تاني، اللي عايز يخش يعني بدنيا يبقى احسن شويه، زي مثلا محمود عبد المنعم لازم بدنيا اعلى شويه، عنده وقت يعني، هو عنده وقت كويس يقدر فيه يجمع فيه كل حاجه. لو هيشوف بقى المجمل كله، شوف حتى لو في اخطاء يبدا يشتغل الاخطاء، يبدا يصلح الحاجات اللي بقت كويسه في فريق النادي الاهلي. وقت كويس جدا مستر موسيماني. هيلعب مباراه واحده بس، ممكن يريح بعض اللعيبه، ان المباراه خلاص الموضوع منتهي تماما يعني، خلاص موضوع الدوري ده حسم من زمان، فممكن يجرب بعض اللعيبه، ممكن يدي اللعيبه الصغيره على اساس يحافظ على القوام الاساسي لان شاء الله المباراه النهائيه، اللي انا بتمنى ان شاء الله اللعيبه كلها توصل للمباراه النهائيه، كلهم ما فيش اصابات، كله فيت، كله بدنيا كويس باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن اسامه، قدامنا دقيقتين ومعانا ثلاثه. انت والكابتن عادل والكابتن انا متبرع يا كابتن. لا والله ما تيجي. انت خلاص الدقيقتين كده. انت خلاص الدقيقتين كده. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا مبروك، وان شاء الله استعداد يبقى مهم للنهائي، زي الناس اللي معلق اتكلم، الناس المصابه زي معلول مثلا، واحد من اهم الناس في فرقه النادي الاهلي، ان شاء الله يكون رجع سليم على النهائي وجاهز. بعض اللعيبه اللي ما لعبتش كتير ممكن في ماتش الجيش، مش هقول التشكيل كله اتغير، لان برضو انت عايز تحافظ على رتم الفرقه يعني. خلي بالك انت لما تلعب 31 وبعدين 6 في عدد ايام كويس يعني، ما يعتبرش 7 ايام او 6 ايام وقت كويس، فممكن يحصل تغيير بس مش كتير يعني. في ماتش الجيش بعض الناس اللي ما لعبتش كتير زي كهربا مثلا ممكن يشارك بنسبه اكبر، وليد سليمان طبعا هو اللي مختفي وما شفناهوش، برده بادجي هو اللي ما شفناهوش في الماتشين دولت، فبرده يا ريت برده في ماتش الجيش ممكن ياخد شويه يعني ان شاء الله. رب العالمين. ان شاء الله كابتن عادل. لا طبعا وقت كافي، وقت كافي للتحضير، ولينا في قبل مباراه الذهاب عبره برضو، كان في قبلها بخمس ايام اعتقد مباراه بيراميدز، وكانت مباراه مهمه وادينا فيها بشكل كويس، واللعيبه كمان لعبت اكتر من 60 دقيقه 10 لعيبه، فهيبقى في وقت كافي للاستشفاء. اعتقد المباراه دي مختلفه شويه عن مباراه الذهاب، يعني مباراه الذهاب كان مستر موسيماني برضو كان الوقت الفتره اللي كان موجود فيها مع الفرقه وقت قليل جدا، فكان عنده بيلعب شغال في كذا اتجاه، ان هو يعمل تشكيل مناسب لمباراة الوداد، وان هو يوصل لعيبه للتوب فورم بتاعتهم، وان هو في لعيبه كانت بعيده وتجهز بشكل كويس، فالامور دي شويه هتبقى مختلفه، المباراه دي هتبقى شويه مختلفه. اعتقد مباراه الجيش هتبقى فيها القوام الاساسي موجود، ولكن هتبدا يعني ممكن يبقى في تدعيمات لبعض المراكز المهمه اللي هي ممكن لو لا قدر الله حصل حاجه فيها مش تلحق تلمها، ممكن يبقى برضه في زي ما كابتن اسامه اتكلم ان اللعيبه البعيد او اللعيبه اللي ما اخدتش بشكل كافي الفتره اللي فاتت تبقى موجوده. اهم من ده كله انك تنسى اللي فات. صحيح. اهم من الاستشفاء طبعا هيحصل، وفي تكيف موجود ما بين الجهاز واللعيبه، ودي حاله كويسه وسريعه جدا، ولكن الاهم ان احنا نقفل النهارده. احنا حللنا وقلنا كل حاجه وكلمنا كويس عن الناس اللي قد بشكل كويس، ولكن انت اخدت خطوة مهمة في طريق البطولة، ولكن لسه ما وصلتش البطولة، فأنا شايف إن احنا لازم نستعد نفسيا وذهنيا كويس جدا، وإن احنا نقفل برضو الحاجات اللي بتتسمع كتير، نقفلها خالص لغاية ما البطولة تنتهي، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون متوج بيها، وبعد البطولة نعمل اللي احنا عايزينه، نفرح زي ما احنا عايزين إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله كابتن هاني.
لا انا حتى كنت بتكلم معاك كابتن ايمن، كنت بقول كان يعني انا كنت اتمنى ان مباراه النهائي تبقى مكان مباراه الجيش، لان يعني الدفعه المعنويه اللي عندك والروح اللي موجوده عندك اللي شفناها النهارده من اللعيبه، يعني لو كان الماتش النهائي مكان ماتش الجيش كنت هيبقى في تفاؤل اكتر من كده. يعني التفاؤل ان انت خلاص انت كلها 90 دقيقه وانت في الحاله المعنويه العاليه دي، كنت اتوقع ان المباراه هتبقى لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. بس ان شاء الله برضه هتبقى ان شاء الله باذن الله كده. هي فرصه كبيره جدا في لعيبتنا. هي فرصه ان علي معلول برضه لما يرجع ان هو ياخد وقته، وكهربا برضه لان شفنا كهربا النهارده بالزبط. محتاج برضه ان هو يرجع احسن من كده. الراجل برضه يعيد حساباته في بعض الحاجات، فاتمنى ان شاء الله تكون الفتره دي تكون مفيده للنادي الاهلي ان شاء الله. بس وعايز اقول مبروك للنادي الاهلي طبعا، ويا رب كده باذن الله وباقي 90 دقيقه ان شاء الله وناخد البطوله ان شاء الله. احنا انا وانت وكابتن علاء يعني كلنا متفائلين ان شاء الله باذن الله ان البطوله دي ان شاء الله هتبقى في الجزيره ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله حبيبي. وبكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والوداد اليوم، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي، وعقبال المباراه النهائيه، وان شاء الله نتوج بكاس البطوله. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتننا الكبير الموهوب علاء ميهوب، شاكرين جدا يا كابتن نورتنا. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نبارك كده في البطوله يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتننا الكبير جدا كابتن اسامه عراوي، متشكرين جدا يا كابتن نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك، وان شاء الله عقبال النهائي يوم 6 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل مصطفى نورتنا وشرفتنا، والف مبروك للنادي الاهلي عقبال الفاينل ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن، وشرف لي ان انا موجود وسط الكباتن الكبار واخويا الصغير هاني، وان شاء الله نبارك في الفاينل ان شاء الله بالبطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي متشكرين جدا، وامتعت كالعاده يعني. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، وطبعا مبروك لينا كلنا، ومبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره، وان شاء الله متفائلين خير زي ما اتفقنا ان شاء الله البطوله هتبقى من نصيبنا يوم 6 ان شاء الله. نحتفل جميعا مع بعض باذن الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.